دلوقتي احنا عندنا موضوع الجلوكوما اتفقنا امبارح، اتفقنا الجلوكوما يعني انيفيشن في الانترا اوكلر بريشر ذات انترفيرز وذ اوكلر بيرفيوجن. لما ضغط العين بيعلى كميه الدم اللي داخل العين هتقل، وبالتالي النيوتريشن اوف دي اي هتقل، فيبدا يحصل تعصب في صحه العين. واتفقنا ده بيحصل مهم قوي في صوره الاوبتيك نيرف هيد دامج، يعني بدايه الاوبتيك نيرف جوه العين العصب البصري بدايته تتاثر، وبالتالي الفيلد يحصل فيه ديفكت. وقلنا اول نوع من انواع الجلوكوما هو الكونجنيتال. يلا بقى نبدا نشوف الكونجنيتال جلوكوما، بنقسمها اصلا بقى لنوعين كبار جدا. نوع هبدا بيه عشان اخلص منه مش هتكلم عليه تاني خالص، عشان النوع التاني هو ده الاهم. اول نوع اسمه سكندري كونجنيتال جلوكوما، والنوع الاساسي بتاعنا اللي هنتكلم عليه بقيه الدرس النهارده هو البرايمري كونجنيتال جلوكوما. تعالوا نبدا نشوف يعني ايه سكندري كونجنيتال جلوكوما. دي جلوكوما او ارتفاع في ضغط العين هيحصل في اطفال صغيره بس بسبب مشكله بعيده عن الانجل. ما هو الانجل هو ده الاساس. لما تسمع دايما في الرمض كلمه برايمري يبقى الاوريجينال ديزيز بدا في الاورجن او في التيشو اللي انا بتكلم عليه. فلما اكلمك على جلوكوما الاساس في خروج الايكوس 90% من الايكوس بيخرج من الانجل. فلما اكلمك على برايمري كونجنيتال يبقى انا عايز اعمل مشكله فين؟ يبقى انا عايز اعمل انومالي عند الانجل. اذا برايمري كونجنيتال جلوكوما لازم يكون في كونجنيتال انومالي ات دي انجل، ازود هنا كلمه انجل. فاذا سكندري كونجنيتال جلوكوما واضح ان الولد اتولد الانجل بتاعته سليمه تماما، لكن رغم كده هيحصل له ارتفاع في ضغط العين بسبب مشكله بعيد خالص. تعالوا نشوف امثله، كفايه تعرف لي سببين ثلاثه. مثلا بارستروما، الطفل هو بيتولد دكتور النساء بيشد عليه بالفورسبس او الممرضه وهي بتحميه وقع منها اتخبط في عينه، الخبطه العنيفه دي عملت له هيموريدج جوه الانتيريور تشامبر، يعني هاي فيما نزيف. نزيف يعني ار بي سيز، يعني سيلز كبيره هتسد الاسبيسو فونتانا وضغط العين يعني. اذا لولا هذه الخبطه ما كانش هيحصل له جلوكوما، عشان كده بحطه من ضمن الاسباب السكن. في كمان طفل اتولد، اتفقنا اشهر ورم بيحصل في الاطفال قبل عمر 3 سنين حاجه اسمها ريترو بلاستوما. ايه رايك لو انا عندي سبيس اوكيباينج ليجن، كل ما الورم يكبر ويملى سبيس جوه العين يبقى الكافيتي انسايد ذا اي بتجيت سمولر، وبالتالي ضغط العين يبدا ايه؟ يبدا يعلى. لولا هذا الورم برضو ما كانش هيحصل جلوكوما. اذا ده بسميه سكن او بعده سبب اسباب السكندري كونجنيتال جلوكوما. لو طفل اتولد كويس جدا بس بعد اسبوع 10 ايام اسبوعين لسبب او اخر حصل له التهاب في الايرس، يعني نيونيتال ايرايتس. واحنا اتفقنا طالما هناك ايرايتس يبدا الايرس ينزل اكسودنت، والاكسودنت ده يسد الفيسو فونتانا وضغط العين بيتقل يعلى. فاذا لولا التهاب الايرس ده ما كانش حصل جلوكوما. طيب كمان حاجه كونجنيتال انومالي شويه نادره، حاجه اسمها انايريديا. انايريديا يعني نو ايرس. طبعا هتقول لي هو ما فيش ايرس ضغط العين يعلى ليه؟ يا ريت ما يبقاش في ايرس. هو في ايرس بس شكله كده، بصوا الرسمه، بدل ما الايرس كده ليه ستروما وليه ثيكنس، ايرس طلع كده، يعني كل الايرس اللي عنده حتت فلان كده صغيره ماسكه في البيز اوف سيلري بادي ضعيفه جدا، وبالتالي الحتت الفلايل الصغيره دي الايكوس فلو الطبيعي من ورا لقدام، الايكوس وهو طالع من ورا لقدام بما ان قدامه ده ايرس ضعيف جدا رودمنتري، واطرافك الفلابس دي او الحتت الموجوده دي تروح مرزوعه كده على الكون، هتروح واقفه كده زي درجه الباب لما يجي هواء جامد يزقها. فاذا الايرس راح لازق على الكون كده، قفل الانجل ولا لا؟ كده الانجل اتقفلت، خلاص العين يبدا يعلى. اذا لو الايرس كان توتالي ابسنت ما كانش حصل جلوكوما، بس هو بيكون موجود حتت رودمنتري منه. اذا انا يريديا اذا انومالي برضه شفنا فيها حالات بيحصل معاها جلوكوما. في سندروم سيستميك نادر اسمه ستارش فيبر سندروم. ستارش فيبر هو طبعا من دبليو الماني، انا عليه فيبر ده النطق المظبوط، لكن يعني لو عايز تقول فيبر ماشي، ستارش فيبر او فيبر زي ما يعجبك. الراجل ده وصف ناس عندهم ابسيلاترال هيمانجيوما. اي بني ادم بتشوفه في الشارع هنا ورايح بقى عنده فاسكولار هيمانجيوما كده في نص وشه، يعني تلاقي ورم كده وتلاقي فيه لونه احمر قوي، ده في فاسه وابنورمال فاسه في نص الوش، ومن ضمن الابنورمال فاسكولاتشر اللي عنده يبقى عنده كوميونيكيشنز كده او اي في شانس ما بين فاكرين الانجل بتاعتنا ده الترابيكلر ميشور، ودي الكنال اوف شلام كان بيطلع منها كولكتور شانلز ايكوز فينز، وبعدين فينز تمشي فوق السكلير اسمها ايبي. الغريب بقى في الناس اللي عندهم ستارش فيبر، بما ان عندهم فيسلز اب نورمال في نص وشهم، من ضمن الابنورماليتيز
يبقى في انستموزس او اي في شانس ما بين ارتريز والابيسكليرال فينز. ايه اللي هيحصل لما يبقى في شانس ما بين الارتريز وهذه الابيسكليرال فينز؟ الضغط العالي اللي موجود في الارتريز ينتقل لهذه الفينز، فيجي الايكوس يخرج او عايز يخرج من العين يلاقي فيه هاي بريشر واقف له هنا، ضغط عالي. اصلا الفينس ريتيرن الطبيعي ماشي اكوردنج للبريشر جريدينت، انا بالضغط الاعلى للضغط الاقل، فلما يجي الايكوس يخرج قدامه ضغط عالي هنا هيقتل جوه العين، وبالتالي ضغط العين يبدا يعلى. اذا فكره ستارش فيبر الاي في شانس هي اللي هتمنع خروج الايكوس نتيجه انتقال الضغط العالي انسايد ذا ابيسكليرال فينز. في كمان عندي سندروم نادر اسمه لوي سندروم. الراجل اسمه لوي ده اكتشف ان في بعض الاطفال بيتولدوا عندهم انبورن ميتابوليزم اوف امينو اسيدز، يعني امينو اسيدز بتاعتهم مش عارفين يتخلصوا منها، وبالتالي بما انه مش عارف الطفل ده يتخلص من امينو اسيدز كميات منهم ينزلوا جوه تصنيع الايكوس او زياده في الدم، فينزلوا باي فورت جوه الايكوس، وبالتالي لما ينزلوا جوه الايكوس يبداوا يسدوا السبيسر فونتانا، الملكيوز كبيره وضغط العين يبدا يعلى. طبعا اللي عنده لوي سندروم مش بس هيجي له جلوكوما، الامينو اسيدز اللي ماشيه في الدم تبدا تديبوزيت في اماكن كتيره جدا في البرين سيلز، فيبقى عنده منتلي هاند كاب، ممكن في المصل تحصل له هايبوتونيا، في الكيدنيز ممكن يحصل له رينال فيلير، يحصل له مشاكل كتيره جدا بسبب الامينو اسيدز الموجوده في البلاد بزياده، اللي يهمنا في العين ان الامينو اسيدز دي هترفع ضغط العين. اذا خدتوا بالكم هم ست اسباب انا قسمتهم بطريقه عشان نعرف نحفظهم بعد ما عرفنا كل سبب ازاي بيعمل. ممكن يا دكتور بعد اذنك بس نداري حد يشوف الباب اللي عمال يخبط ده، معلش يعني في باب عمال يخبط اللي هناك ده عرفنا بجد. سمحتوا ايه محمد اعمل لي قهوه تاني. طيب خدتوا بالكم قسمت الاسباب ازاي؟ قسمتها اثنين نفس الوزن ده ريتنوبلاستوما بيرستروما، واثنين ليهم علاقه بالايريس، الايريس هو السبب في ارتفاع ضغط العين، ايرايتس كمان انيريديا، واثنين سندروم ستارش فيبر ولوي سندروم. كفايه عليا قوي تحفظ سببين ثلاثه لان الكلام ده كله اصلا مش موجود في كتاب الاسم، ده كلام ممكن تساله اورال فقط، اللي موجود بقى في كتاب الاسم كميات اقل طبعا، يعني كميه المعلومات اللي انا هقولها في البرايمري كونجنتال لو بصيت على الموضوع كله في كتاب الاسم هتلاقيه ما كملش نص صفحه صفحه الا ربع، كل الكلام الموجود عن كونجنتال جلوكوما بس مليان اسئله اورال ام سي كيو. فاذا احنا اللي انا هقوله عن البرايمري ده المعلومات الزياده لو سمحت اذاكرها، حتى لو انت بتشوف دايما ايه اللي موجود في كتاب الاسم وتحاول تذاكر قده بالظبط عشان ما تقعدش توسع على نفسك، بليز الموضوع ده ذاكره زي ما هو من الكتاب لانه مليان اسئله اورال ام سي كيو. تعالوا نشوف بقى البرايمري كونجنتال. برايمري كونجنتال جلوكوما يعني الطفل هيتولد ديتنج سينس بيرث فروم داي 1 يعني او شورتلي افتر بيرث هيحصل له ارتفاع في ضغط العين. ايه السبب؟ عشان الموضوع يبقى اسمه برايمري لازم يكون عنده كونجنتال انومالي فين؟ في الانجل. طيب اذا انومالي ات ذا انجل، وهنا انا هعمل لك كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن دي كان سكيب يعني ممكن ما تعملهاش خالص. مقسم لك الكونجنتال جلوكوما الى ثلاث انواع، اللي فيكم عايز يحفظ ويعرف اكتر مفيش مانع يعرف، مش عايز يعمل لها اسقاط. اول نوع من انواع الكونجنتال اسمه ترو كونجنتال. ترو كونجنتال يعني فروم داي 1 الولد ضغط عينه عالي، الولد نزل الدنيا ضغطه عالي قوي. طيب ده يمثل 40% من حالات الكونجنتال جلوكوما. في بقى طفل يتولد داي 1 كويس، يعني اتولد كويس ما عندوش جلوكوما، لكن بعد الولاده على طول يبدا يحصل له ارتفاع في ضغط العين. بعد الولاده بقى اسبوع بشهر لغايه امتى اقول بقى النوع الثاني ده؟ النوع الثاني بالمناسبه اسمه انفانتايل. انفانتايل ده قبل ما الولد يتم عيد ميلاده الثالث، يعني كام سنه؟ ثلاث سنين. اذا لو اتولد كويس وبعدين حصل له ارتفاع في ضغط العين في اي مرحله ما قبل عمر ثلاث سنين ده اسمه انفانتايل، وده بيأكاونت حوالي 55% من الحالات. ذا ريست فورم بقى اللي اسمه جوفينايل تايب، ده اللي يبدا من بعد عمر ثلاث سنين صلحها في الكتاب، يبدا من بعد افتر 3 ييرز لكن بيفور ايج اوف 16، يعني اي طفل يتولد ضغط عينه يعلى من بعد ثلاث سنين بقى لغايه سن 15 او 16 سنه ده بالنسبه لي جوفينايل تايب، وده النوع الاسوء فيهم الاكثر خطوره، وهنقتنع مع بعض وهنفهم ليه الاكثر خطوره، وبرحمه ربنا ده النوع الاقل حدوثا 5% فقط. اللي عايز يعرف الكلام ده اوكي، اللي عايز يعرف الكلاسيفيكيشن ماشي، مش عايز مش مهم.
الديزيز ده بيأفكت ميلز اكتر في البويز اكتر بالنسبه للجيرلز، يعني 2-1. الديزيز ده طبعا دي عامل وراثيه، وطرق التوليد بتاعته اوتوزومال ريسيسيف، انت عايز يعرف معلومه زياده. وطبعا بما انه كونجنتال انومالي غالبا ايه؟ زي ما قلنا في الكاتركت كوملي بايلاترال، النسبه تقريبا هي هي 75% من حالات بايلاترال، 25% كالعاده يونيلاترال. يلا ايتيولوجي، انا رسمت عشان نشوف الايتيولوجي مع بعض، يلا نشغل مخنا. اول ايتيولوجي اهي دي الوحيده اللي انا كتبت المشكله فين ورسمت المشكله بوضوح. انا رسم زاويه العين، ده مين ده؟ ريفايز، مين الكورتيه؟ شوالز لاين. مين ده؟ ترابيكولار ميشور. مين ده؟ مين ده؟ سيليري بادي باند. دين دي مين؟ كانال. كله كويس، لكن عندي ممبرين واقف كده زي البلوه قافل الطريق على الايكوس، الايكوس مش عارف يوصل. اللي اكتشف هذا الممبرين راجل اسمه باركنز، فسماه باسمه. اذا بريزنس اوف ابنورمال ميزو دارمال ممبرين او باركنز ممبرين ات ذا كومنست كوز على الاطلاق للبرايمري كونجنتال جلوكوما، ده اهم سبب على الاطلاق باركنز ممبرين او ابنورمال ميزو دارمال ممبرين، لدرجه انك تعمل اسم مش كاتب كوز غير ده بس. بقيه الاسباب تسالها في الاورال، اذا هو ده موست كومن فعلا باي انسنس. لكن في ناس او اطفال قليله قوي شفنا عندهم الانومالي دي، يقولوا لي فين الانومالي؟ بصوا على الرسمه، ايه المشكله في الانجل دي؟ حلو؟ طبيخه مش ورك، ما فيهوش فتحات، موجود بس مثيف لايت، يعني ما فيهوش كروم، ما فيهوش سبيسز. ده اسمه ايه بقى الانومالي دي؟ اسمها ترابيكولار مش ورك ديس جينيسيس. ديس ايه؟ جينيسيس. ديس يعني مش مظبوط، ما تصنعش بطريقه مظبوطه. ده على فكره من ضمن الانومالي، يعني في بعض الاطفال بقى زين ان هم كانوا كده اتربيت لما يشمر ما فيهوش فتحات، لا مول اوفر بقى كمان. بصوا الايرس بتاعهم كان كده، ايه ده الايرس انسرتد في تي ام، ده مش ماسك السنه دي بادي اصلا، يعني ده الانجل ملخبطه خالص مش كده؟ تي ام نزل من غير فتحات وكمان ايرس انسرتد انسايد تي ام، وبالتالي ده كله يؤدي الى ارتفاع ضغط العين. اذا ده ترابيكولار ديس جينيسيس. طيب قولوا لي هنا فين الانومالي؟ بصوا الرسمه دي. مفيش تي ام اصلا، اصل واضح ايه اللي حصل؟ لا في تي ام ولا في ايه كمان؟ ولا في شوالد سلايم، ده واضح ايه اللي حصل؟ الديسمنت ما انقطعش، مش كان المفروض في لحظه ما اثناء الديفلوبمنت الديسمنت ده بعد ما يتشد يتقطع، ولما بيتقطع بيتبرم على نفسه كده ويعمل لي شوالد سلايم ويسيب سبيس يتكون فيه تي ام؟ طب ايه رايك لو الديسمنت ما انقطعش اصلا؟ يعني مفيش تي ام هيتكون اساسا. ده اسمه ايه بقى الانومالي دي؟ اسمها فيلير اوف سبليتنج اوف اي سي انجل، يعني ما حصلش انشقاق عند الزاويه. فيلير اوف ايه؟ سبليتنج اوف اي سي انجل. طيب اذا دي انومالي كمان. بصوا الرسمه دي، خليني بصوا، يعني هي موجوده هنا انا هرسمها هنا فوق، همسح ده بقى خلاص، احنا عرفنا باركنز ممبرين اللي هو ممبرين ده خلاص. همسح هنا عشان كل الناس تشوف، عشان الناس تبقى فوق شويه. النورمال اناتومي بتاعنا كلنا عندنا عضله طالعه من السيليري دلوقتي اسمها اللونج تيودينال سيليري ماسل. بصوا العضله العضله اوريجين هنا، هنا فين؟ ده الايبكس اوف سيليري بادي. بص النورمال بتاع المصل، المصل نورمال انسرتد هنا، هنا فين؟ في السكليرال سبير. ليه سميناه سبير؟ يعني ايه سبير؟ العضله اللونجيتيودنال دي لما بتكونتراكت، ربنا خلقها لنا كده عن قصد، العضله دي لما بتكونتراكت هتقرب الانسرشن للاوريجن، الاوريجن هنا انسرشن هنا، فكل ما تشد السبير باكورد. فايه اللي يحصل في الترابيكال ميشور؟ جسمه ويتشد، لما يتشد التي ام الفتحات تبقى مور وايد، وده بيفاسيليتيت الايكوس درينج. اذا ربنا خلق لنا المصل دي عشان تساعد الايكوس درينج. بص الانومالي بقى، في بعض الاطفال لقينا المصل بدل ما هي كده انسرتد في السبار بقت كده. بصوا دي مسكت فين كده؟ دي طلعت لقدام، دي مسكت في التي ام اتسلف، يجي الايكوس يخرج دلوقتي يلاقي مصل فايبرز قافله الطريق عليه مش كده؟ اذا فورورد insertion of long tudinal ciliary muscle، وبالتالي لما اقول كلمه forward insertion يعني I mean ان المuscle inserted في التي ام itself، وده هيعوق خروج الايكوس. اذا دي congenital anomaly الرابعه.
اذا اول انوملي كان الممبرين وده الاشهر اللي فيكم مش عايز يعرف غيرها انا موافق. كمان في انوملي مفيش سبيس اوف فونتانا يعني ترابيك لماشو ديسيونيسس. كمان في انوملي اسمها فيلير اوف سبليتنج يعني مفيش تي ام اصلا. كمان في انوملي اسمها فورورد انسيرشن اوف لونج تيودنال سيلري ماسل. طيب بصوا بقى الاحتمال الاخير الانوملي الاخيره ايه؟ فين الانوملي؟ بصوا على الرسمه دي مفيش كانال اوف شلام. الابسنس اوف كانال اوف شلام احنا بنعتبره كوز لكن احيانا بيبقى ريزولت. يعني ايه ريزولت؟ يكون البني ادم عنده حاجه كده او كده او كده ونتيجه قله او عدم خروج ايكوس من الانجل وقله استخدام هذه الكنال يحصل لها ما يسمى في الطب بالديفيوز اتروفي. يعني من قله الاستخدام يحصل فيها اتروفي وتبقى روديمنتري وتختفي بعد فتره او يعني تبقى ما فيهاش ليومن يعني مش هتختفي تفضل موجوده بس تبقى حاجه كده كلها ابسنت خلاص ملهاش قيمه. اذا ابسنت اوف كنال اوف شلام هنا تحتمل الحالتين ميبي كوز زي الحاله دي لو انوملي او الانجل ما فيهاش غير بس الابسنس اوف كنال اوف شلام يبقى هي السبب او احتمال تكون ريزلت لو هناك انوملي اخرى وهي خلاص كلها ابسنت تعرف انها كلها ابسنت بسبب الديسيوز. اذا دي الخمس احتمالات اللي تخلي عيل صغير ضغط عينه يعلى وساعتها اسمي النوع ده ايه؟ برايمري كونجنيتال جلوكوما. طب الام هتيجي تشتكي من ايه؟ بصوا خدت بالك انا قلت الام على طول انت لازم تبقى مصحصح زي ما قلنا في الكونجنيتال كاتراك اي كونجنيتال انوملي الهيستوري جيفن باي ذا ماذر. ام هتيجي تقول لي يا دكتور الولد ده من ساعه ما اتولد وعينه عماله تدمع يعني لاك كريميشن ومش عارفين نشوف عينه طول الوقت مغمض جفونه يعني عامل ايه؟ بلامرو استاذ والولد ده عكس كل الناس والعيال الصغيره اللي في الدنيا الناس كلها تضلم لها او العيال الصغيره تحديدا تضلم الاوضه يترعبوا ويعيطوا ويبقوا عايزين نور. الولد ده نور الاوضه الاقيه بيصرخ يعني مش عايز نور ده عايز ايه يعني عنده ايه ده؟ ايه ده؟ ده قالت لي لاكريميشن فوتوفوبيا اند بلافروس فاك. الثلاثه دول بيظهروا امتى؟ لا يعني يظهروا مع بين فارين بادي سنسيشن او اريتيشن اوف نيرف اندنجز ان جنرال. حلو الله الثلاثه دول اذا مش هيظهروا الا لو في اريتيشن او بين. طب هي ما قالتليش حاجه من دول ليه؟ لا قالت لي اريتيشن ولا بين. احنا اتفقنا ده ما ينفعش يتقال بالنيابه عن البيشنت. لكن انت كدكتور لما تسمع الثلاثه دول مع بعض مكتبيين اعرف ان الواد ده عينه بتوجعه، اعرف ان عنده اوكيولار بين. تفسير البين منطقي موجود؟ اه طبعا. العين لما ضغطها بيعلى الضغط اتفقنا بيزق في كل اتجاه. فيبدا يزق على الكورنيا بما فيها من نيرف اندنجز. يبدا يفعص ويطحن في الايريس بما فيه من سنسور نيرف اندنجز. فاذا عنده اريتيشن في كل سنسور نيرف اندنجز على الضغط العالي. فيبدا هذا الاريتيشن يندوس الريفلكس اللي احنا قلنا عليه. الريفلكس بتاعنا افرنت مين؟ انا قلتها كتير ترايجمنال والايفرنت مين؟ فيشن. فيبدا على طول غصب عنه ماشي عامل كده او الولد طول الوقت مش ماشي بقى هو ده صغير ها عامل كده ودموع ومش عايز نور كمان فوتوفوبيا لان الثريشولد بتاع النيرف اندنجز من الاريتيشن قل فبقى حتى الطاقه الضوئيه العبيطه دي اردن فاكتور زياده. هنا دايما كده عندي نصيحه ليك كدكتور اول ما تلبس البطل بتاعك وتدخل تقعد على المكتب في عيادتك خليك من الشخصيات المتشائمه التي تفترض الاسوء دائما. الشخصيه المتشائمه دايما لو عنده احتمالين يختار الاسوء يحس دايما انه هيتعرض للاسوء. وانت دكتور لو سمحت خليك كده لان لما هنيجي كمان شويه وكل ما هنمشي قدام هنسمع الكلام ده دي كومنست كوز اوف لاكريميشن في نيو بورنز هو نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن كونجنيتال ايه؟ مجرى الدموع في اخره فيه نيزو لاكريمال داكت اللي بتصرف الدموع في النوز. في فالف المفروض يحصل له كاناليزيشن مع الولاده اسمه هاسيدر فالف. الفالف ده لما فتحش يبقى الداكت مسدوده فالدموع اللي سيادتك عمال تعمل لها سكريشن على مدار اليوم مش هتمشي اصلا هتتجمع على الليت مارجن وتبدا تدور على الهيدر. فانا لما بيجي لي طفل بلاش طفل 10 اطفال عندهم لاكريميشن واحد منهم هيبقى كده والتسعه الباقيين ان ال دي او يعني نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. لو سيادتك فعلا لبست وش التشاؤم واي طفل جالك مع مامته
عينه بتدمع وعنده المشاكل دي، لو انت افترضت الاسوأ انه عنده جلوكوما مش هتضيع عينه ولا الدم. لكن لو انت خدت الامور كده، يعني احيانا كمان تكون انت مثلا معروف انك انت دكتور عيون في العيله، فتلاقي ابن خالتك بتكلمه لك انا ابني لسه مش عارف كذا، او ابني مش عارف مين ابنه عينه بتدمع. لا لا ما تقلقيش، هما في الاول كده كام شهر وبعد كده الفالف ده فعلا بيفتح لوحده سبونتينيوسلي او شويه تدليك. فانت ما اهتمتش انك تقول لها هات العيان او هات الولد ابص عليه، لانك افترضت السبب الاسهل. طيب سواء خدتك في العياده وانت اهملت وتوقعت ان السبب العبيط اللي هو اسمه ايه؟ نزل لك من دكتور ستراكشر، او بالتليفون وكسلت تبص على الولد وقلت لها لا طنشي، واخرك كتبت قطره انتي بايوتكس. ليه؟ يعني طالما الدموع استاجننت ما بتمشيش، اي استاجننت فلويد بينفايت انفكشن، فكتبت قطره انتي بايوتكس. الست روحت بابنها، تلاقي حضرتك العياده بعد كام شهر، خمس ست شهور، تقول لك يا دكتور فاكر كنت عندك من فتره وقلت لي ده انسداد في القناه الدمعيه وكتبت لي عليك، الولد ده كان عينه بتدمع افكرك وما كانش عايز يفتح عينه، حطيت له من القطر اللي انت قلت عليه وعملت التدليك اللي انت قلت عليه. بعديها بكام اسبوع كده عينه بدات تفتح، قلنا بس العلاج جاب نتيجه الحمد لله، بس قعدت تفتح تفتح لغايه لما كبرت قوي. يا دكتور جاي لك بقى عشان تظبطها بقى، كفايه كده انا شكله وحش قوي. ايه ده جاي بتكلمني على ايه؟ لارج اي. ده ايه اللي حصل؟ ما انت سيادتك ما اكتشفتش انه عنده جلوكوما، وفضل الضغط عالي والضغط عمال يزق على الاوتر كور، فبدات العين تتمدد تكبر. فالشكوى اللي هتبقى ليه بقى بعد فتره من الزمن، هتيجي الام تقول لك ايه؟ لارج اي، وتقول لك والغريب ان احنا كنا في الاول كده شايفين لون عينه. لون عينه هي مش دكتوره، لون عينه تقصد لون مين يعني؟ دلوقتي ما بقيناش شايفينه خالص. دي عايزه تقول ان اللي قدام الايريس بقى مغيم، اللي هو مين يعني؟ الكورنيا. ما مش فاهمه، تقول مش شايفين لون عينه كويس، يعني عايزه تقول لي انه عنده كورنيال هيزنس، هيزي كورنيا. كلمه هيزي يعني ايه؟ مغيمه. انا مش عارفه قديمه، يعني تقول لي البيشنت اون مولف، عايزه تقول انها مش شايفه الايريس ده، يبقى اكيد هنا ضربت كميات ميه جوه الكورنيا. اذا دخول الميه جاي ليه؟ عشان الضغط اللي عمال يزق كميات ايكوز اندفعت باي فورس انسايد ذا كورنيا ستون. اذا الشكوتين اللي هتسمعهم ليت لما الام تيجي متاخر او انت تشخص متاخر، للاسف لارج اي اند هيزي اي او هيزي كورنيا. طيب تعالوا بقى نشوف الساينز. خلاص انت طبعا احنا كنا نفسنا نشخص هنا. لو انت اهتميت بقى وسمعت كلام الام وكلفت فتره وتوقعت جلوكوما ومشيت بقى قست الضغط ومشيت بقى ورا دماغك وشخصت ده في الاول، خلاص الولد ده عينه هتطلع سليمه تمام. لكن لما يوصل للمرحله دي انت كده اوريدي ضيعت جزء من بصره والفيلد بتاعه، حصل له دامج ايرفيرس، يعني حتى فعلا الاوبتيك نيرف وانس ما حصل فيه دامج خلاص لا يستبدل ولا يستعرض. كل اللي هتعمله سيادتك بقى لما يجي لك هنا ليت انك تحافظ على اللي فاضل، لكن اللي راح راح خلاص. تعالوا نشوف ساينز. يلا ساينز نمبر 1، هي قالت لك عينه مغيمه، هي مش فاهمه. انت اول ما تنور عينه هتشوف بقى كورنيا ايه؟ تقول كورنيا القديمة او كورنيا الهيز، تحدد المكان. اذا كورنيا الهيز او كورنيا القديمه يعني هتلاقي كميات ايكوس كتير جوه الكورنيا، فاذا ده معناه ان اكيد الضغط عالي. طيب الساين الثانيه بقى الكبيره، كلمة مهمة جدا مهمة جدا، اورال وام سي كيو، كلمة بوف ثالموس. ايه بوف ثالموس؟ بو يعني طول، ثالموس يعني عين. ده احنا بندي تشبيه ادب لحجم العين بتاع الولد ده انها هتتمدد وتكبر تبقى قد عين الطور. متخيلين قد ايه التمدد؟ وهوريكم صورة في علاقة ده شو هتحس بقى انك مش مبالغة، وهتحسوا ان الرسمه اللي انا راسمها للعين اللي كان حجمها طبيعي، وبعدين عايز اقول لك انها كبرت قوي، دي رسمه بتاعت البوست تانوس، هتحس ان انا مبالغ قوي، لكن لما تشوف الصوره هتحس لا ده فعلا العين بتكبر قوي. فاذا ساين مهم قوي اسمها ايه؟ بوف تانوس. بوف تانوس يعني ايه؟ ديفينيشن بقى. بوف تانوس اسمعوا الديفينيشن. بوف تانوس اني لارج اي، اي عين ايه؟ كبيره. بيفور ذا ايج اوف 3 ييرز due to increase في الانتراوكيولار بريشر. طيب
فيها شيء. لما تتحرر قولوا يفتحوا تاني. Any تاني definition of both arms. Any large eye before the age of 3 years due to elevated eight. لازم الثلاث جمل دول اربعه. Any large eye خلاص ما تسكتش بقى، لان هناك عين ممكن تكون كبيره في عيال صغيره. في اطفال بيتولدوا عندهم حاجه اسمها ميجالو كورني، يعني الكورني كبير قوي. في اطفال بيجي لهم حاجه اسمها كونجنتال مايوبيا، يعني مايوبيا ديتنج سينس بيرز، تلاقي عينه كبير. فلازم تكمل، ما تقولش ايه لارج اي وتسكت. لازم تكون ديو تو ايه اليفيشن في الاي او بي. اوعى تقول ايه لارج اي ديو تو اليفيتد اي او بي، لان مش كل اليفيتد اي او بي هيكبر حجم العين. لازم تكمل عشان تبقى انك فاهم. لازم بيفور ذا ايج اوف. ليه بقى؟ لان لو ضغط عينين عالي دلوقتي والله عينك ما هتتمدد ملي واحد. ليه؟ اصل الكولاجين اللي معمول منه الاستروما بتاع الكورنيا والاستروما بتاع السكليرا بيكون وصل للفول ماتيوريتي عند الايج اوف 3 ييرز، فيقدر يقاوم اي ضغط ايا كان رقم، وبالتالي بيكون ستيل اماتيور امتى؟ قبل عمر 3 سنين. فمش وارد اصلا ان العين تتمدد الا قبل عمر كام؟ 3 سنين. فلازم تقول الجمله كامله. Any large eye before the age of 3 years due to elevated IOP. لازم الجمله كامله. تعالوا بقى نشوف الساينز الكتيره اللي تحت العنوان اللي اسمه فلانس. لما العين تكبر هتغير كل الاستراكشر او استراكشرز كتيره جدا جوه العين. هنشوف هتعرفي دلوقتي حالا. هي الدكتوره بتقولي طالما العين بتتمدد، كل ما العين تتمدد ايه رايك؟ لما الضغط يعلى في عين مش هتتمدد، يبقى الضغط عمال يعلى في مساحه صغيره، فده يعمل دامج اكتر لاوبتيك نيرف. لكن كل ما العين تتمدد ده معناه ان الضغط بيتوزع على مساحه اكبر، فاذا الدامج على الاوبتيك نيرف هيقل لكن مش هيختفي. عشان كده تمدد العين ده ظاهرة صحية في العيال الصغيرة، يمكن ده بيخلي الريت اوف دامج في الاوبتيك نيرف ابطأ من الكبار. عشان كده لو خدتوا بالكم قلت لكم في الكلاسيفيكيشن اسوأ نوع هو الجيفينايل، اللي هو العين بتبدا ضغطها يعلى بعد 3 سنين، لان العين ضغطها يفضل يعلى من غير ما العين ايه؟ تكبر. وكأن زيادة حجم العين ده شوية بروتكتد او بيدي متسع من الوقت للاهل والدكتور انه يلحق العين دي قبل العمل كامل. شوف ازاي؟ فاذا اولا بيديك علامات الام لما تلاقي العين بتكبر هتجيلك جاري، لان لو العين فضلت بحجمها الطبيعي ممكن ما تبقاش دريانه، والواد ده بيتكلمش مش عارف يقول انه عنده باين، فاذا ممكن الاهل ما ياخدوش بالهم. فاذا زادت حجم العين فادتني بحاجتين، اولا غيرت الشكل العام فخلت الام تيجي للدكتور جاري تقول له شكله غريب، وثانيا لما العين اتمددت ده قلل سرعه الدامج في الاوبتيك نيرف، فده ادانا متسع من الوقت ان احنا ننقذ العين بتاع طفل لسه هيعيش عمر طويل من العمل كامل بدري. لكن في الاخر تعالوا نشوف بقى ايه الساينز بتاع البوفت ارمز. كورنيا، بصوا انا راسم لكم الرسمه، مش انا قدامك الرسمتين دول خلاص، انت مش محتاج تقعد تحتاس او تنسى، لان انت هتطلع الفروق ما بين الرسمتين دول. يلا نبدا بالكورنيا. ايه رايك؟ كورنيا دايامتر، بصوا الدايامتر المسافه من الليمبس للليمبس. لما الضغط زاد والعين تمددت الدايامتر حصل فيه ايه؟ بصوا ايد واحده مش مكفيه. ده كده الكورنيا دايامتر اكيد ايه؟ بس خلي بالك الكورنيا اتمددت من الضغط مش كبرت، يعني الكورنيا كانت كده وليكن، الضغط لما هيجي يزق بيزق في كل اتجاه، لما يجي يزق كده ويزق كده بص المسافه من طرف صوابع لاول كف ايدي هتزيد، بس بص هتزيد ازاي؟ زادت، لكن ايه اللي حصل هنا؟ مش كده يعني الكيرفيش، عشان كده رسمت لك الدوم دي او الكونفكستي هنا اقل، يعني هنا فلاتن، اذا كل ما الدايمتر يزيد الكيرفيتشر يقل، اذا دي مهمه قوي. اذا كورنيا اول تغير حصل في شكلها زياده في الدايمتر فديكريز في الكيرفيتشر. وكل ما الكورنيا تتمط، خدتوا بالكم الرسمه اللي انا راسمها مين الممبرين الداخلي ده يا جماعه؟ الدسمه. ايه اللي حصل في الدسمه هنا؟ بدا يتقطع مش كده من كتر الاسترتش. وطالما الدسمه تتقطع، على فكره مش الدسمه بس، الدسمه والديب لايرز ستروما. ايه رايكم؟ هتبص على الكورنيا دي تلاقي فيه خطوط، خلي بالك لو الكورنيا كده هتشوف خطوط بالعرض. الخطوط دي اللي سماها او اكتشفها واحد اسمه هابس، صلحوا السبيلنج في الكتاب، هو اتش دبل اي بي ابوستروف اس، هابس استراي مكتوبه غلط عندكم خالص، هكتبها لكم تاني فوق الكتب كده.
هابسترايا هاب. طيب هابسترايا إذن ده معناها في بريكس في الداسلت ممبرين والديب لايرز اوف ستروما. إذن حصل ثلاث تغيرات في الكورنيا. دايامتر زاد، كيرفيتشر قال بدا يبان خطوط بالعرض، ده معناه ان في بريكس بدات تحصل فين؟ في الداسلت ممبرين. يلا الرسمتين تاني نقارن ما بينهم. ايه اللي حصل في السكليرا؟ بصوا السكليرا هنا والسكليرا هنا. كل ما العين فدت ايه اللي بيحصل؟ خدت بالكم الرسمه عايز اقول ايه؟ كل ما تشد حاجه وتنطها كل ما تبقى ارفع. السكليرا اصلا لونها ايه بقى؟ ابيض معتمه تماما. لكن لما تتشد وتبقى رفيعه رفيعه جدا فيري ثين تبدا تشوف اللي جواها. مين اللي جواها؟ الكورايد. الكورايد ماله؟ فاسكولار. لما تيجي تشوف حاجه فاسكولار لونها ريدش ثرو فيري ثين وايت كلر يبدو الخلفية بتاع اللون الأبيض تتغير لأن جواها أحمر، فاللون الأبيض ده يبدأ ياخد لون بلو. إيه ده يعني ليه بلو؟ وهوريكوا صورة حالاً على اللابتوب بعد ما نخلص، هنشوف فعلاً سكليرا في ولد صغير هنا بلو. اعرف أول ما تسمع كلمة بلو سكليرا اعرف إن سكليرا هنا فيري ثين، وطالما فيري ثين بدأ يبان من تحتها لون الكرايد، ولما يبان ريد كلر ثرو وايت كلر لازم يبان لونه بلوش. إذا بلو سكليرا إيكوال تنس كلير، وهو ده السر التاريخي ورا تسميه الجلوكوما المايه الزرقاء. اذا المايه الزرقاء دي سموها عشان الساين دي في النوع ده من الجلوكوما، الساين دي اللي هي هو اصل النوع ده الوحيد اللي هيبقى فيه الساين دي. ليه؟ لان بقيه الانواع العين ما بتكبرش، لان الاكوايرد جلوكوما طالما حطيت سيادتك سن 3 سنين سيادتك انت عمر عينك ما هتبدل، فعمرك ما السكليرا بتاعتك هتبقى تين. هتبقى تين امتى؟ النوع ده فقد الكونجنتال اللي قبل سن 3 سنين، عشان كده سموها المايه الزرقاء. فالسكليرا بيقولها بلو. اذا السكليرا بقت فيري ثين شوينج الكالر اوف اندرلاين كورايد، مش كده بقى بلو ان كالر. يلا نقارن تاني بقيه الساينز، ايه رايكم؟ الاي سي دبس كل ما العين تتمدد، ايه رايك في الدبس؟ بصوا اكيد زاد طبعا مش كده؟ فامور دي مش بس كده، هي الكوره بتاعت العين دي بتكبر كده بس ولا كل اتجاه؟ طب ايه رايك في البيبل سايز؟ كل ما العين توسع كل ما الايرس يتشد فالبيبل توسع. اذا ديب اي سي انتي تشامبر لارج بيبل. ايه رايكم في اللي حصل في اللينس؟ بص اللينس لما كان العين حجمها طبيعي كونفكس والزنيوز ماسكه في السيلري بند، خدت بالك بقى العين لما توسع الزنيوز هتقعد تتشد، وكل ما الزنيوز تتشد اللينس الاستيك، كل ما الفتل دي تتشد عشان العين بتوسع، كل ما تشد على اللينس وكل ما اللينس بقى كده كده يعني ايه؟ فلات. مش بس خدتوا بالكم، مش بس كده خدتوا بالكم من الرسمه اللينس راحت فين كمان؟ رجعت لورا. ليه؟ اصل بالحقيقه التمدد بتاع السكليرا او الجزء الخلفي اللي عنده يكون اكتر كتير من الجزء الامامي، لان دايما السكليرا مور الاستيك ذان الكوني، فاذا التمدد الخلفي اكتر في العين. قدام الكوني تفر يعني انشف شويه فالتمدد بتاعها مش عميق، فاذا الجزء الخلفي بيكبر اكتر كل حاجه بتروح لورا اكتر. عشان كده اللينس بتاعتي غير انها فلاتن الاقيها شويه ديسبلايز ايه؟ شويه كده ديسبلايز باكورد. وبالتالي ايه رايك بقى الايرس كده ثابت في مكانه ولا مش مسنود كويس؟ لا طبعا مش مسنود كويس. فلما الولد ده حرك هنا تلاقي الايرس بيعمل كده. يعني ايه ده؟ تراميلوس ايرس. يلا نريفيو الساينس تاني، باين جدا في الرسمه، اظن كل حاجه باينه على الرسمه. كورنيال دايمتر زاد بس كيرفيتشر قال مع وجود بريكس سميناها هاب سترايب. سكليرا بقت ارفع فبقى لونها بلو. اي سي بقت ديب، بيوبل بقت لارج، الايرس ماله؟ تريملس، اللينس فلاتن وديسبلايد باكورد، والزنيولز طبعا ستريتش على الاخر مشدوده على الاخر. اذا انا مش بس ليه اسمها اللينس علشان الجزء بص يعني العين فاتت قدام طبعا الضغط بيزق كده وبيزق في جناب ورا، الجزء الخلفي ده عمال يتمدد اكتر، فكل حاجه يعني الليفلز كلها عماله ترجع لورا، كله عمال يرجع لورا اكتر، التمدد لورا اكتر لان السكليرا مور الاستيك ذان كوني، كل ما كان عندك ستراكشر مور الاستيك كل ما كان بيتمدد بصوره اعلى، فاذا لما يحصل بوستيريو جراوينج اوف دي اي اكتر من انتيريو بارت هيبقى كله بيرجع لورا. طيب تعالى اوريكم الصوره بقى بتلخص او بتورينا جزء من الساينز دي.
علشان تبقى رفيع جدا هو البيت دي ما يجيش جلد اصلا بيكون ابيض اي حاجه انا لابس الباب ده حاجه اهم واحد ان انا طيب يلا بص الصورة دي بصوا على لون السجيرة كويس طبعا هي ساين صعب شوية انكم تشوفوها في الحقيقة في الاول قبل ما نبص على لون السجيرة بصوا كده على المفروض انتم من خلال الكورنيا بتشوف الايرس مش كده الحقيقة لون الايرس المفروض يكون اكثر وضوحا من كده انت مش شايف الايرس كويس عشان الكورنيا اللي قدامه مش ذات كلير يعني الكورنيا بتاعتي هيزي او فيها شويه قديمه اذا الايرس مش واضح قوي ده بسبب القديمه للكورنيا لكن الساين دي بالنسبه لنا سنه رابعه صعب قوي ناخد بالنا منها لكن الواضح جدا بصوا لون السكليرا بقى بصوا لون السكليرا هنا باين اكتر في ناحيتين طالما السكليرا ده بلو يعرف على طول باري تين شوينج الاندرلاين كورال هي دي الساين اسمها بلو سكليرا بصوا بقى صوره الولد ده بصوا خرجوا ما بين التو ايز على فكره دي برضو الكورنيا حجمها كبير يعني دي برضو فيها بوب تانس بس هنا طبعا اتردد اكتر كتير جدا يعني البالبابرا فيشر مفتوحه على الاخر لكن لسه بقيه الكورنيا مش باينه هنا ومش باينه هنا وتقريبا تكاد تكون واصله لغايه الانر والاوتر كانتس فدي عين كبيره جدا فاذا هي دي اللي بنسميها لو ركزت كويس في الصوره برضه ده نفسك مش شايف لون الايرس هنا ده معناه ان الكورنيا بتاعتي هيزي وكمان مش عارف عندكم الانطباع ده ولا لا تحيط كورنيا مبططه مش كاردوت يعني دي برضه حاجه صعبه تتساف عليها بتاع سنه رابعه لكن انت الاكسبيرينس لما بتشوف نورمال ايز كتير من اول ما تبص في العين دي بتعرف اذا كانت كورنيا كاردوت ولا لسه كاردوت عايز اوريكم صوره ثانيه عشان تتاكدوا ان العين فعلا بتتمدد لاحجام كبيره جدا يعني بصوا احنا هنا الصوره دي فاتحين الايليدز بكوتون بادز علشان نشوف العين ده هنا فاتحين على الاخر ولسه الكورنيا ما خلصتش شايفين قد ايه هنا عين كبيره جدا اذا فعلا بنوصل لاحجام عيون مش ماشيه مع وجه او راس السكال بتاع الطفل ده خالص بص بقى الصوره دي كمان شايفين الخطوط اللي بالعرض دي هي دي بقى الهابس سترايا الهابس سترايا دي اذا كل خط اللي شايفه بالمنظر ده معناه ان في بريك هنا في الدسمت ودي بلايرز ستروما دي بلايرز اهي خطوط العرض ممكن يبقى اكتر من كده على فكره انا شفت حالات يبقى الكورنيا بتاعتها كده كده بقى هاب سترايا فاذا هي دي الهاب سترايا وده معناه ان في بريكس في الدسمت ميمبرين بص يا جماعه على فكره السكلر لونها بلو هو الكرويد ريدش بس انت مش شايفه من خلال كورنيا مش شايفه من خلال لينس يعني مش شايفه من خلال ترانسبرنت ايديا عارف اقرب تشبيه لده الفينز الفينز اللي تحت الجلد دي لونها احمر دي دم بس انت بتشوفها بلو ليه بلو علشان باينه من خلال جلد مش ترانسبرنت جلد لونه ابيض فاذا اي حاجه لونها ريدش بقى من خلال الابيض بيبقى لونها بلو ايوه طيب كله شايف كويس تمام يلا بينا نكمل بص هي الاسترايا
عشان حصل فيه بريكس، وبعد البريكس بيحصل هيلينج. مش في الدسم بتاع الهيلينج، الدسم لما بيحصل له هيلينج بيحصل له هيلينج بطريقه صحيحه. طيب بص نكمل بقى الساينز. يلا انا بس علشان ما يحصلش لخبطه واحنا بنذاكر ونقدر نكتب كلام محترم في الكتاب، انا عايز بس نعيد ترتيب الانيوميريشن بتاع الساينز. بصوا معايا هنعمل ايه بقى، كله يعمل زي في الكتاب لو سمحت. احنا صفحه 6 موجود كلينيكال بيكتر اوف كونجينيتال، مظبوط، موجود ساينز تحت اخر سطر خالص ساينز، مكتوب كورنيال هيز. لو سمحت اعمل كورنيال هيز ايه، وبعدين اللي بالصفحه بقى هتلاقي كلمه بوف تانوس. بوف تانوس دي اعملها بي لو سمحت. طبعا الديفينيشن ده بتاع البوف تانوس، اكسبلينيشن اوف بوف تانوس، والمانيفستيشن دي مانيفستيشن اوف بوف تانوس. موجود نمبر 1 كورنيا، خليها 1 زي ما هي، وبعدين نمبر 2 سكليرا، وبعدين مكتوب سهم صغير كده اي سي. لو سمحت اي سي دي خليها 3، بيوبل خليها 4، ايريس خليها 5، زينيولز 6، لاند 7. بعد كده عندك ار او بي، اي او بي، اي او بي دي لو سمحت خليها سي، فاندس خليها دي، ريفراكشن خليها اي. يعني وكاني عايز اقول لك ان الساينز هم خمسه كبار، واحده منهم تحتيها كذا سب ايتم. طيب تعالوا بقى نشوف الاي او بي ضغط العين. هو اكيد عارف، امال هو ايه اللي عمل البلاوي دي؟ مش كده؟ الاي او بي اليفيتد، وهتلاقيني كاتب لك ان احنا بنقيسه بجهاز اسمه الشايت. انا لسه ما اتكلمتش على الاجهزه خالص اللي بنقيس بيها ضغط العين من الدرس اللي فات، انا قلت هاكدها. اذا الاي او بي اليفيتد، مش لازم تقول اسم الجهاز. ايه رايك؟ الاوبتيك نيرف هيد هيكون حصل فيه دامج ولا لا؟ اذا مكتوب عندك كده كلمه اسمها اوبتيك نيرف هيد كابينج. كابينج يعني ايكوال دامج. طب ليه كلمه كابينج؟ خلينا بقى هنعرف كابينج ده بالتفصيل لما هناخد نوع اسمه اوبن انجل جلوكوما. ده فيه نص درس كامل عشان نفهم يعني ايه كلمه كابينج. فكده كده احنا هنحلها وهنفهمها ان ديتيلز. كفايه قوي النهارده نعرف ان بيحصل اوبتيك نيرف هيد دامج بدل كلمه كابينج، وهنفهم يعني ايه كابينج ليزر. العين دي ايه رايكم بقى؟ بصوا لما العين كبرت قوي كده، الولد ده كده حصل له ايرور ولا لا؟ يعني اللايت ريزر هتقع على عينه كده، هتتجمع فين؟ اكيد قدام الرقبه. فاكرين القانون بتاع الميوبيا؟ كل 1 ملم زياده في طول العين يخليك ماينس كام؟ اه اي واحد لابس نظاره ماينس 3 في عينه كبرت 1 ملم، مش ده خلاص القانون. طيب اذا القانون بتاعنا يا جماعه اللي هو كل 1 ملم زياده في طول العين بيخليني محتاج نظاره ماينس 3. ده دستور اتفقنا ما بيتغيرش، مفيش يعني نسبه خطا في هذا القانون. كل واحد لابس نظاره بماينس معين يقدر يعرف عينه طولة قد ايه بناء على هذا القانون. الاكسبشن الوحيد لهذا القانون هو ده، يجي لك طفل صغير عنده بوف سالس او يعني كونجنيتال جلوكوما وعينه كبرت. انا عايز حسام، اسمه دكتور حسام. طيب يجي لك الولد ده تعمل له سونار، تلاقي عينه طولت او كبرت وليكن 5 ملم. بناء على القانون خلاص طالما العين كبرت 5 ملم يبقى انت عرفت ان الولد ده المفروض يبقى مايو، لانه عينه طولت. ريتنا بعد ماينس كام؟ نضارته عشان يصلح ده كام؟ خلاص ده قانون، اتفقنا القانون او دستور. ماينس 15 يعني الصوره المفروض تكون مثلا بعيده هنا، وعايزه عدسه 15 دايوبترز لماينس يعني كونكيف عشان توصل لده. غريب بقى ان الولد ده بعد ما انت جهزت نفسك انك لما تقعد على جهاز الكمبيوتر هيقرا لك 15 عدسه ماينس 15، لقيت جهاز الكمبيوتر قرا لك عدسه ماينس يعني الصوره هنا وقال لك ماينس 7 بس، وكان الصوره قريبه من الريتنا ومش محتاجه غير 7 بس. ايوه هنا اتلخبطت. ايه ده؟ يعني اذا هي مايوبيا بس مايوبيا غير تقليديه او غير طبيعيه. بص الجمله مايوبيا but less than expected
in relation to the axial length اقل من المتوقع بالنسبه لطول العيد. ايه السبب؟ ده سؤال اورال وهتلاقيك تقولك في مربع كده ازرق لوحده ام بي. لان مهم جدا ليه الميوبيا هنا اقل من المتوقع عشان الاسباب اللي انت بدات تقولوا فيها. يلا قولوا يلا. اول سبب كيرفيتشر اوف كورنيا قل، ولما الكيرفيتشر يقل يبقى الباور واي عدد الباور بتاعها يقل البوينت اوف فوكس تبعد عنها يعني تقرب من الرتب. كمان سبب تاني اللينس، كمان الكيرفيتشر قل يبقى الباور بتاع اللينس كمان ايه؟ قل. والحاجه الثالثه اللينس توتالي كانت هنا بقيت هنا، اي عدسه بترجع لورا يبقى البوينت اوف فوكس بتاعتها بترجع لورا معايا ولا لا؟ اذا ثلاث اسباب خلوا البوينت اوف فوكس تقرب من الرتبه شويه وبالتالي درجه الميوبيا اقل من المتوقع. ايه الثلاث اسباب؟ اول سبب فلات كورنيا ديكريز كيرفيتشر اوف كورنيا، ثاني سبب فلات لينس اند ديكريز كيرفيتشر اوف لينس، ثالث سبب باكورد ديسبيسمنت اوف لينس. اذا عندي ميوبيا بس لازم تبقى جاهز تقولها جمله كامله في اورال less than expected وتبقى جاهز نفس الاجابه على طول. ليه يا دكتور؟ دايما تقول ليه؟ هيقول لك ليه؟ تقول له الثلاث اسباب دول ورا بعض. حلو. يلا بينا نشوف ايه مضاعفات الديزيز قبل ما ادخل في الكومبليكيشن. الامور واضحه لغايه كده ولا في حد عنده مشكله؟ طيب اسوأ كومبليكيشن طبعا ان العين دي يبقى ضغطها عالي والاهل ما يجوش للدكتور او يجوا الدكتور ضايع ما يعرفش يشخص ولا يعالج لغايه لما ده يتدمر بالكامل. مين ده؟ اوبتيك نيرف اتروفي، اتروفي جلوكوماتوس اوبتيك نيرف اتروفي، يعني الولد ده هيكمل بقيه حياته ضرير اعمى ودي كارثه سوداء وده ايرفيرسبل اسوأ كومبليكيشن. ودايما بنبدا بالاسوأ يعني اوبتيك اتروفي. الكومبليكيشن الثاني ان العين تكبر لدرجه ان الزنيولز ما تستحملش الشده وتبدا تتقطع، ده اسمه لينس سابلكسيشن. سام بليز كلم ياسر بتاع المكتبه اكد عليه شوف وصل ايه بالظبط. انا عايز اخد الكتب معايا وانا ماشي. ما هو بص هو قال لي الكتب خلصت كلها وبيطبعوا تاني بس انا اتصرف طلع لي 60 كتاب اي طريقه او اي كميه عنده وهو يقعد غير كتب لغايه بكره هو يستنى انا محتاج كتب. تمام. طيب اذا سبلكسيشن اوف لينس يعني اللينس ممكن تتلخلك عشان الزيوز تقطعك. تعالوا نشوف بقى كمان كومبليكيشنز الاخر تو كومبليكيشنز دول احنا حطينا البيس بتاعتهم من ايام الكونجنتال كاتر. ركزوا في الجمله اللي انا هقولها. اي ديزيز هيمنع وصول ريز للريتنا وياثر على الفيجن بايلاترالي في طفل لسه مولود على طول يحصل لاس اوف. فاكرين ده؟ لما قلنا اللي عنده توتال. بالمناسبه الناس اللي بدات معايا متاخر انا هعيد اول درس في الجنرال. طبعا في ناس بدات معايا في الراوند متاخر خدتها الايلتس فدول هعملهم لما اوقف الجنرال لا اطلع في الجنرال خلاص عشان اتفرج ليهم. ف ده هيتعاد كده كده الايلتس مره مطوله على بعضيها او مرتين لكن هعيد الجنرال يوم الخميس اللي جاي الساعه 2:30 اول اعاده. فهبدا تاني كده اناتومي كونجنتال كاتر عشان بس الناس اللي فاتها كونجنتال الكاتر. المهم يعني طيب الفكره كلها ان اي ديزيز هيمنع وصول ريز للرتنا. طيب هيمنع وصول ريز للرتنا ديتنج سنت بيرز مع الولاده بالتالي المخ بتاعنا يبدا يدي اوردر للعين ولا دوري وكان العين بتدور على حاجه تبص عليها او تسيرش فور لايت عشان تقدر تديفلوب المكس. فاذا طالما الجلوكوما هنا قد تكون بايلاتر وده معظم الحالات خصوصا بقى انا بتكلم على النوع اللي اسمه ترو كونجنتال اللي هو فروم داي 1 طفل اتولد داي 1 ضغطه عالي فمن داي 1 عنده سيفير اديما في الكورنيا وبالتالي الترانسبيرنس بتاع الميد قلت قوي وبالتالي مفيش لايت ريز عارفه توصل بسهوله للريتنا بالتالي المخ يبدا يدي اوردر الموضوع استمر بقى وزاد بالعكس ده هيزيد مع مرور الوقت لو انت ما بتعالجش او ما دخلش عمليات تسلك له زاويه العين دي ساعتها الضغط هيفضل يزيد وبالتالي الترانسبيرنس بتاع الكورنيا تفضل تقل تقل لان كل ما الضغط يعلى كل ما درجه الاديما جوه الكورنيا ايه؟ تزيد وبالتالي هنا ممكن يحصل اونست اوف نيستاجمس. اما لو كان الكونجنتال جلوكوما يونيلاترال مش بس جلوكوما انا بتكلم على اي مرض ياثر على الفيجن ان وان اي سواء كان مثلا توزيس ناحيه واحده او كاتراكت كونجنتال كاتراكت ناحيه واحده او كونجنتال جلوكوما في ناحيه واحده ساعتها طالما عندي عين بتقدم صوره سيئه مقارنه بالعين الثانيه البرين يعمل لها سبريشن يعني نجلكت العين دي والسبريشن ده اتفقنا انه تمبرري بس بشرط انك تصلح الفيجن في العين دي قبل سن كام؟ ايوه كده هيدين 6 سنين لو اتاخرت عن 6 سنين هذا السبريشن هيبقى بيرمننت وهو البيرمننت سبريشن دي كلمه اسمها امبليوبيا
اذا لو كانت جلوكوما يونيلاترال فالعين اللي فيها جلوكوما معرضه لكسل دائم اسمه امبليوبيا. فكره مخ لما ينسى عين ويعمل لها سبريشن طول الوقت تبدا بعد كده هو مش هيهتم يحافظ على المصل بالانس بتاعها فتبدا تحول. يعني يحصل سكوينج. اذا بايلاترال كونجنتال جلوكوما مي كوز نستاجمس. ولو الموضوع طول واستمر ممكن يحصل منتال ريتارديشن. ولو يونيلاترال يعمل امبليوبيا ده سكويند. ام ار موجود عندكم يعني منتال ريتارديشن. طبعا منتال ريتارديشن هنا تفسيره احنا المنتال ريتارديشن هنا وارد جدا تحصل. ليه وارد جدا تحصل يعني منتال ريتارديشن؟ اصل الكاتراك كديزيز لما بيكون بايلاترال ده بيبقى البيشنت بيروح للدكتور سريع. لكن هنا الطفل ده المشكله ان الجلوكوما حتى لو هو بدا الام تاخد بالها ان العين بتتمدد، هي العين بتتمدد ليتر يعني تاخد وقت، فده معناه ان الضغط فضل عالي مده طويله. فممكن على ما تيجي للدكتور يكون حصل اوبتيك ايه اتروفي، فيوصل للسن كبير وهو اعمى خلاص هيكمل بقيه حياته اعمى. ولو بدا يتعمى وهو صغير ده بيأثر على طبعا مايلستون بتاعته بتبقى قطع. لان انت متخيل انا قلت لك طفل، اي طفل بيتعامل يعني مستوى النمو العقلي المنتال ايج بتاعه معتمد على حاستين السمع والبصر. لكن لما يتحرم من واحده منهم يبقى مستوى تحصيله وذكائه اقل من غيره. هو منتال ريتارديشن يعني المنتال ايج مش ماشي مع الكرونولوجيكال ايج. يعني يقول لك ده طفل سنه 8 سنين لكن مخ طفل عنده سنتين، يعني في جاب والجاب دي مش هيعرف يعوضها. طيب فاذا هنا وارد اكتر يحصل منتال ريتارديشن من الكاتراك لان هنا ممكن يتعمي فعلا بسبب الضغط العالي فور ايفر بقى الاوبتيك نيرف ناحيتين الضرب. طيب لكن ده كان صعب جدا يحصل مع الكاتراك. الكاتراك غالبا الولد هياخده باله ما بيشوفش فهيروح يعملها، وقت ما هيعملها يرجع يشوف تاني. فده يعني الى حد ما بيتلحق لكن الجلوكوما ممكن يوصل منتال ريتارديشن. طيب المهم يعني لو ما قلتهاش نقطه بقى جديد، المهم تقول لي بايلاترال الاهم نيستاجمس صحيح واليونيلاترال امبليوبيا فول باي سكوري. طيب الديفرنشال دايجنوز بتاع هذا الديزيز ايه رايكم؟ من ساعه ما الام دخلت قعدت قدامي على المكتب وقالت لي الولد ده عينه عماله تنزل ميه دموع، انا عندي كام احتمال؟ اولا the most common cause of lacrimation انا قلته خلاص نيزو لاكريمال داست اوف ستراكشر. تاني سبب باي انستنس بقى يا ريت نزوده اوفتالميا نيونيتروم. فاكرينها؟ لو جاله الولد ده كونجنكتيفايس ان ذا فيرست مانث اوف لايف ايا كان سبب التهاب في الكونجنكتيفا يعني تيجي تشارج بيطلع. طيب ثالث سبب بقى باي انستنس هو ده كونجنت الجلوكوما او بوف تان. اذا اول ما سمعت كلمه لاكريميشن على طول انا جهزت نفسي للديزيز من ثلاثه، خدت بالك انا بقرب ازاي؟ اذا الام قالت الولد عينه بتدمع على طول جهزت نفسي للثلاثة. بس لو انا دكتور رمض فاهم استبع مين الاول؟ ده لان ده الاخر الباقي حاجات هبله مش كده؟ ايه يعني عنده قناه مسدوده ما تتسلك؟ وحتى لو ما سلكتش لوحدها سلكها له انا. ايه يعني التهاب في الكونجنكتيفا؟ ده التهاب في الكونجنكتيفا ده الاوفتالميا قد يكون بسبب القطره اللي حطها اصلا مجرد ما يقفها يروح او فايرال انفكشن او اي حاجه. ده كل ده عبيط ولا حاجه الاخطر ده. فاستبعد ده من الاسوء مش كده؟ ولك دايما وانت في حياتك خليك متشائم وافترض الاسوء دايما استبعده وبعد كده العب على مهلك. طيب هل كل كلاودي كورنيا ده معناها ان الضغط عالي؟ يعني معناها بوف تارمس او كونجيتا جلوكوما؟ لا، في اسباب اخرى تخلي الكورنيا مش كلير في عيال صغير. وليكن مثلا كلاودي كورنيا ديو تو بيرث تروما، الولد اثناء الولاده الدكتور هو بيشد عليه بفورسبس خبط في عينه فجاله كورنيا ابريجن او ارسل. ما هو الكورنيا كده هتبقى مش كلير. او يكون حصل انتريوتراين انفكشن اثناء البريجنسي والاورجانيزم وصل لعين الولد وصل للكورنيا فتلاقي الكورنيا حصل فيها كيراتايتس انتريوتراين. او ديزيز كده ميتابوليك نادر قوي لكن شفنا منه حالات بصوا ميوكو بولي ساكا راي دوزيس، كلمة يعني طويلة جدا. ميوكو بولي ايه؟ فاكرين لما خدنا اناتومي اوف ذا كورنيا وقلنا ان الاستروما بتاع الكورنيا معمولة من كولاجين لايرز عايمة طاس في ميوكو بولي ساكرايد؟ واضح لو ميوكو بولي ساكرايد ده تركيبته مش مظبوطة فاذا هيحصل هذا الديزيز اللي اسمه ميوكو بولي ساكرايدوزيس وبالتالي الكورنيا بتاعتي تبقى هيزي كورنيا او مش كلير كورنيا. فاذا اسباب الكلاودي كورنيا
مش هيطلع بره الثلاثه دول اذر ذان طبعا كونجنتال جلوكوما. ايه غير الكونجنتال جلوكوما يخلي الكورنيا مش كلير في عيل صغير لسه مولود؟ السر تروماتيك تروما بيرت تروما يعني او انفكشن انترا يوتراين او هذا الامبورن ايرو ميتابوليست ميوكوبولي ساكرايدوز. طب ايه تاني ممكن يخلي مش انت لما تفحص الولد ده بتلاقي الكورنيا بتاعته دايمتر كبير؟ طب هل كل كورنيا كبير يبقى كونجنتال جلوكوما؟ لا، في كونجنتال انومالي اسمها ميجالو كورنيا. بالمناسبه في كونجنتال انومالي اسمها مايكرو كورنيا، يعني كورنيا صغيره. فاذا ميجالو كورنيا يعني كورنيا دايمتر كبير، فاذا لازم تحط في حساباتك ان قد تكون الكورنيا الكبيره دي مش بتاعت الجلوكوما. كمان في كونجنتال مايوبيا، كونجنتال مايوبيا يعني العين كلها كبيره، بالتالي الكورنيا هتلاقيه برضه. بس خدتوا بالكم من حاجه بقى، لما كلمتك على اسباب كلاودي كورنيا قلت لك على اسباب تخلي الكورنيا مش كلير، بس دايمتر بتاعها ايه؟ نورمال. ولما كلمتك على اسباب لارج كورنيا زي الميوبيا او الميجالو كورنيا كلمتك على كورنيا كبيره بس ايه؟ كلير. الكورنيا الوحيده اللي هيزي يعني مش كلير وكبيره هي دي بتاع الكونجنتال جلوكوما. شفت ازاي؟ عشان كده بقول لك اوعى ابدا تستبعد مرض او تشخص مرض بساين واحده، لما تجمع الساينس باكج واحده توصل لدايجنوز دايما مثالي. فاذا لارج كورنيا هيزي كورنيا لا تنطبق الا على الجلوكوما. هيزي كورنيا لوحديها في اسباب ثانيه، لارج كورنيا لوحديها ليها اسباب ثانيه. طيب لا، هي كورنيا بقى كبيره اصلا، فالكيرفيتشر بتاعها عادي وهي دايمتر كبيره من غير فلاتن كمان. طيب بلوز كليرا، هل كل بلوز كليرا يعني جلوكوما؟ لا، انا هقول لكم على مفاجاه بقى. It is the normal color في الانفانتس واليانج تشيلدرن. ايه ده؟ كل حاجه عندهم لسه فيري ثين ولسه فيري سمول، فالكليرا بتاع الاطفال لسه مولودين رفيعه جدا. فاوعى تروح بقى تشوف طفل لسه مولود عندك في العيله فتبدا تطلع ترش تلمحه كده، ايه ده مزرقه شويه تنور، تنور ترش، ايه ده ده الواد عنده بلوز كليرا، يا نهار اسود يلا بينا بقى، ده عنده ميه زرقاء والميه الزرقاء عينه هتكبر بقد عين الطور، والحقوا بقى ده العصب البصري هيروح والواد ده هيتعمى. يا اخي مالك بالوان؟ عمال يتحجلك في النور يا اخي، ما عندوش فوتوفوب ولا عينه متدمع ولا قافل عينه، ده عينه مفنجله قد مالك. هو ما عندوش غير دي بس، يعني بالنسبه لك بالنسبه لكل البلاوي دي ما عندوش غير كلمه ايه؟ بلوز كليرا فقط. سبت كل ده، الكورنيا بتاعته كليرا دايمتر كويس ومش كبيره وما عندوش فوتو فومبي ولا لاكريميشن ولا بليفروس باز ولا حاجه خالص، سبت كل ده وجاي تتلكك على بلوز كليرا؟ اذا اعرف ان لو سمحت ده النورمال كلر فين؟ الانفانتس واليانج تشيلدرن. طيب ايه كمان؟ تخيل بقى لو عيل صغير، اصلا عيل صغير الكليرا بتاعته فين صح؟ عشان كده قلنا ده النورمال كلر في العيل الصغير، وكمان عنده مرض اسمه مايوبيا كونجنتال مايوبيا، يعني هو صغير وعينه كمان ايه؟ كبرت، يبقى السكليرا اكبرها ايه؟ اربع واربع، اذا ده برضه هيبقى فيه بلوز كليرا في الاطفال اللي عندهم كونجنتال مايوبيا. طيب ايه كمان؟ اوفر استافيلوما. سمعنا كلمه استافيلوما دي قبل كده؟ سمعناها فين؟ في البرفوريت الالسر لما تقلب بليكوما ادهر وبعد شويه الضغط يعلى فتلاقي الحته دي بلجت كده صح؟ بس عايز اسمي دي استافيلوما، بس ليه اسمها كورنيال استافيلوما؟ واضح ان في حاجه اسمها ايه؟ سكليرال استافيلوما. استافيلوما بلساي كده ديفينيشن اوف استافيلوما هي عباره عن اكتيزيا او بالجنج في الاوتر كوت. اوتر كوت يعني مين او مين؟ كورنيا او سكليرا، بس بشرط تو ويتش بارت اوف ذا يوفيال تراكت از انكلودد، لازم جواها. عشان كده ما قلناش استافيلوما في الكورنيا لما كان مين داخل جواها؟ عايز. طب لو السكلينا هي اللي بلجت هيبقى داخل جواها مين؟ او سيليا الوادي او ايه رايك لما حته من السكلينا بلج تتشد تبقى رفيعه ولا لا؟ فاذا المكان ده ان بارتيكولر فوق الاستافيلوما ان بارتيكولر السكلينا هنا ثين وداخل جواها مين كمان؟ سيليا الوادي او كوروي، يبقى كده الحته دي لونها ازرق ولا لا؟ اذا الاستافيلوما كمان هتعمل لك لون بلو، اذا اوفر استافيلوما هتلاقي الحته دي صحيح دي لوكاليز اريا بس في الاخر اديتك لون بلو. اذا اسباب بلوز كليرا في اسباب ثانيه، اطفال عادي جدا لونهم بلوز كليرا، انفانتس او يانج تشيلدرن يعني، كونجنتال مايوبيا او اوفر ستافيلوما. خلاص سيادتك جالك عيل صغير، ها اسمعوا السيناريو ده مع مامته، قالت لك الولد ده عينه بتدمع ومش عايز يبص في النور وعلى طول قافل جفونه على بعض اللي يفرش معاه، فانت بدات تشك ان قد يكون عنده اوكلر بين وتوقعت انه يكون جلوكوما. جيت تفحص الولد لقيت الكورنيا بتاعته مشبره هيزي،
وكمان الديامتر زاد وكمان السكليرا بلو، ولقيت الايريس تريمل قعدت تجمع اذا انت وصلت كده انه اكيد عنده ايه؟ ارتفاع في ضغط العين قبل ما يتم كام سنه؟ حلو قوي. تفتكر بقى انا كده خلاص ابدا افكر في العلاج ولا لازم اسال نفسي سؤال ديفرنشال دايجنوز اخير بقى؟ ايه بقى ارتفاع في ضغط العين قبل 3 سنين عشان دي ولا دي؟ مش كده؟ تفرق؟ طبعا. هل ضغط العين عالي بسبب انوميلي في الانجل؟ يبقى انا علي طول ان انا اسلك مين؟ ولا هل ضغط العين عالي قبل 3 سنين عشان تيومر؟ او عشان نزيف جوه الانتيو تشيمبر؟ ولا عشان التهاب في العرس؟ لانه لو كان ده السبب يبقى انا علاج السبب. مش كده؟ اذا مهم اخر ديفرنشال دايجنوز ان انا ابقى عارف اصلا اسباب السكند كونجنتال واستبعدهم عشان ابقى عارف ان انا قدام حاله بيور جلوكوما بس. يعني انجل انوميلي بس عشان ابدا افكر بقى في علاج مظبوط. اذا ده اخر ديفرنشال دايجنوز ان يو هاف to exclude the causes of secondary congenital glaucoma. طيب خلاص وصلنا ان احنا قدام حالة primary. يلا بينا نعالج بقى. treatment علاجي بيتوقف على parameters معينة. number one قياس الكورنيال diameter. بقيسه ازاي الكورنيال diameter؟ حاجة اسمها surgical caliper. برجة الجراحي بس طبعا برجة بقوس سن. بحطه من الليمبس هنا to the opposite limbus واشوف الدايمتر اوف كورني قد ايه عشان اعرف الولد الصغير ده اللي عنده كونجنتال جلوكوما واللي عينه كبرت كام ملي. فانا عايز اقيس كورنيال دايمتر نمبر 1. اذا اول حاجه بحطها في حساباتي قبل ما ادي ايدي جراحيه في الولد قياس الدايمتر. حاجه ثانيه عايز اقيس ضغط العين اشوف وصل كام؟ از 30 ولا 40 ولا 50 يعني وصل لكام؟ اذا قياس ضغط العين وقياس ضغط العين عن طريق اجهزه بتدوس على الكورنيا عشان تقدر تعرف تقيس الضغط. الحاجة الثالثة عايز ابص على زاوية العين عشان اعرف انا قدام اي انوميلي في دول. هل انا قدام الموست كومن او انكاونترد كونجنتال انوميلي اللي هي مين؟ الممبرين اللي قافل الانجل ولا عندي انوميلي نادرة من الحاجات دي اللي هو مفيش ابحاث اصلا ولا مفيش اصلا كنال مش فاهم عايز اعرف انا قدام اي. فاذا لازم اعمل ايه بقى هنا؟ حاجة اسمها جونيوسكوبي مش كده؟ اذا هنا لازم اي هاف تو دو جونيوسكوبي. والجونيوسكوبي كانت بتتعمل ازاي؟ عدسه بتلزق على الكورنيا. تخيل بقى سيادتك ناوي تجيب برجل وتحطه كده عدسه وتلزقها كده وتقعد تلفها بقى عشان تشوف كل اجزاء الانجل. يعني الانجل دايما يدور 360 درجه اصل الانجل بتاعتي مش من ناحيتين بس. الانجل هي المسافه بين الكورنيا والايرس والايرس دايره والكورنيا جزء من كوره. فالانجل كام درجه؟ انا بقعد الف العدسه عشان اشوف كل اجزاء الانجل. وكمان عايز اقيس ضغط العين جهاز هيدوس كده والعيان نايم. مين ده اللي هيسيبك تعمل الكلام ده وهو صح؟ ده عيل صغير ده طفل عمره ما هيسكت كده وشايف حاجه بتقرب من عينه وحاجه بتلزق وعمال تلفها. ده انت لازم اذا عشان تعمل التحصيلات دي لازم تعمل الكلام ده اندر جي اي. يعني اصلا الاكزامينشن لازم يكون اندر جنرال انستي. سيادتك هتقول ده بيقول لك تعالج طفل عنده كونجنتال جلوكوما ازاي؟ تقول له حضرتك انا ناوي اعالج كونجنتال جلوكوما بس بعد الاول ما اشوف الدايمتر بتاع الكورنيا زاد قد ايه، اقيس ضغط العين، اشوف الانوميلي اللي في الانجل. And this method of examination must be done under general anesthesia. تقول كده وتسكت وتبدا تكمل بقى اجابتك. يعني تقول وعلى حسب بقى لما هلاقي كذا وتبدا بقى تقول البلان. لو لقيته وقفك وقال لك اي نوع كده انستيزيا اول ما تسمع السؤال ده قول له لا حضرتك هستعمل كيتامين. استعمل ايه؟ كيتامين. كده يعني حددت نوع جنرال انستيزيا للي هيسالك فقط اي نوع انستيزيا كده والسلام. لكن لو ما اتكلمش وسابك تكمل خلاص عدي النقطه دي من غير ما اتعلم. اذا مش هتقول الكيتامين الا وين ايه؟ ريكوايرد. يعني المعلومه هنشيلها فين؟ في جبنا. ليه؟ لان مش كل الناس موافقين على الكيتامين وانا شخصيا انتي كيتامين. طب ليه؟ الكيتامين ايه فكرته اصلا؟ دلوقتي انت عايز تعرف ضغط العين قد ايه؟ حلو. احنا عندنا عضلات ماسكه في السكليرا صح؟ العضلات اللي ماسكه في السكليرا ضغط على السكليرا. كل مصل انسرتد انت عندك 6 مصلز انسرتد عامله بريشر اكزيرتد من بره على السكليرا. فاذا بصوا على الرسمه وليكن العضله بتاعتي دي ماسكه هنا في النايت دي. الحته دي في السكليرا طالما العضله انت على قيد الحياه وصاحي
العضله دي فيها تون، اي عضله جسم بالمناسبه فيها تون. يعني ايه تون؟ باسيف كونتينوس كونتراكشن. يعني البايسبس دي حتى لو انا مش عامل كده فانت ايديا فيها تون، مش فلاسيد يعني مش بارالايز. طيب العضله دي اذا دايسه على السكلير، بص مكان البريشر السكلير عامله ازاي؟ مكان ضغط العضله يعني داخله جوه سن، والعضله دي كمان ايه ده؟ يعني اذا السكلير اندنتد يعني داخله متطبقه سنه عند مكان السته ماسلز يعني السته انسرشن. ايه رايك بقى اذا طول ما انت على قيد الحياه وعندك تون والست عضلات ضاغطين على السكليرا، يعني السكليرا متطبقه سنه في ست اماكن، يبقى السبيس اللي جوه العين واخد فوليوم اقل من ان العضلات دي ما تكونش موجوده، صح؟ يعني العضلات دي التون بتاعها لوس يعني بارالايز، السكليرا هتبلج بره فالسبيس اللي جوه العين يوسع. اندر جنرال انستيزيا بقى الحقيقه المصل التون بيبقى لوست، يعني العضلات دي مش هيبقى فيها اي كونتراكشن، وبالتالي الطبيعي ده اللي موجود طول ما انت على قيد الحياه مش هيكون موجود، تلاقي السكليرا بلج. فإذا العين توسع، السكليرا لما تبلج العين توسع يبقى الضغط كرقم لو انت قسته دلوقتي هيطلع دقيق ولا مش دقيق؟ لا لا، كل ما المكان بقى اكبر كل ما الضغط كرقم قل. فانا مثلا قست الضغط دلوقتي اندر جنرال انستيزيا الاقيه وليكن 25، بس لما هيصحى الولد والتون يرجع والعضلات تفعص السكليرا يبقى مثلا حاجه و30. ايه ده؟ يبقى انا قست غلط خالص، فرق 5 6 7 ملم ميركوري، وده معناه ان في فالسس في الرئه. فقعدوا يدوروا على نوع جنرال انستيزيا ما يضيعش الماسل تون لغايه لما لقوا مين بقى؟ الكيتامين. اذا الكيتامين ده نوع من انواع الجنرال انافاتكس اللي هو دو نوت لوز، العيان دو نوت لوز معاه ايه؟ الماسل تون، وبالتالي قياس ضغط العين بيبقى ايه؟ اكيوريت. هتقولي طب ما هو حلو اهو الكلام علمي وكلام منطقي وكلام يبين ان انا فاهم، ما اقولوش ليه بقى؟ الاستاذ كلها اثبتت ان الكيتامين ده هيباتو توكسيك. تخيل عشان تنام الولد 5 دقايق وتطلع انت تخصصك لمزاجك انت لعلمك انت قياس ضغط دقيق، ها؟ وهو فرقه عن القياس اللي غلط حوالي 5 ملم ميركوري، نيمت الولد بجرعه فيتامين قد تؤثر على الليفر بارشلي او تمبرري او بيرمننتلي، الله اعلم. وكل واحد بقى على حسب درجه التوكسيستي عنده عامله ازاي. فهل يستدعي النتيجه اللي انت عايز تطلع بيها، هل تستدعي الريسك على الليفر؟ هو ما عندوش الليفر واحد، لو حصل انسلت 20% او 30% منه اتدمر او باظ او اكتر، حتى لو قعد كده اسبوع وبعدين رجع طبيعي تاني، طب ليه؟ اذا هنا لو بتحسبها ريسك بنفيت، لا لا خالص، ده مش منطق خالص يخليك تعرض الولد للريسك ده. اذا هنا في مدرستين ضد بعض، واحد عايز يسمع المعلومات النظري بعيد عن العملي عشان يشوفك فاهم ولا لا، فهيسالك السؤال ده يقول لك اي جنرال اسيد، يقول له لا كيتامين، يقول لك اشمعنى كيتامين؟ قول له نوت تو لوز ماسل تون. لكن لو انت مش عارف اللي قدامك بقى، لو اللي قدامك ده ماشي مع السيفتي اكتر مع المنطق اكتر، هو مش عايز يسمعها اصلا، فانت كده ما عرضتش نفسك لو انت ما قلتهاش لمشكله. يعني انك لو قلتها بالتالي بقى استفزيته، هيبدا يدخل معاك في نقاش جانبي بقى. طيب اذا احنا عرفنا البارامترز اللي على اساسها بعمل او بحط خطه العلاج الثلاثه دول. الثلاثه دول بعملهم اندر ايه؟ قياس الدايمتر، قياس ضغط العين، فحص الانجل اندر جنرال انستيزي. طبعا فيتامين هنقولها بعدين لو اتسالنا فيها. طيب وبناء على كده بقى بقرر العلاج بتاعي. بص بقى الخطه، لو الكورنال دايمتر بتاعي لقيته اقل من 14 ملم، هو النورمال دايمتر في الاطفال قد ايه؟ فاكرين يا جماعه في الكبار؟ افكر في الكبار 11 في 12 مش كده؟ حلو. فالاطفال قلنا بنقص مني، يعني اذا كانوا كبار 11 فيرتيكال 12 هوريزونتال، فالاطفال 10 11، فجاب له الافريج دايمتر عند لحظه الولاده 10 ونص تقريبا، بناخد متوسط 10 ونص. تخيل بقى بقول لك ايه؟ لو قست الكورنيال دايمتر لقيته اقل من كام؟ 14 ملم. ده معناه بدل ما هو 10 ونص بقى مثلا 11 ونص، بقى 12، بقى 12، ايه ده؟ زادت حاجه بسيطه تكون. غير بقى لو الدايمتر بتاع الكورنيا عدى 14، لا ده فرق كبير قوي. الكورنيا لما تعدي 14 مللي ان دايمتر في عيل صغير المفروض الدايمتر يبقى 10.5، هل لو طفل مثلا 17 مللي، ايه ده زاد 6.5 مللي عن النور، دي العين كبرت قوي زي الصور اللي شفناها من شويه. ده معناها ان ضغط العين هنا عالي جدا وبقى له فتره طويله ايه؟ عالي. ده معناه ان الايكوس بقى له فتره طويله مش عارف يروح فين، مش عارف يخرج ويوصل لمين يعني. ايه ده؟ لما اذا واضح كده ان الستادز والخبرات الجراحيه السيرجيكال اكسبيرينس بتاعتنا بتقول ايه؟ لقينا ان لما ضغط لما قاسب الدايمتر والدي اي عدى 14،
والضغط يوصل لارقام كبيره قوي. ده معناه ان الولد ده الكانالو شريم بتاعته بقى لها كتير لا تستخدم ولا كمان حصل لها ديسيوز اتروفي. فاذا هنا لازم تجهز نفسك بعمليه تخرج لك الايكوس من جوه الانتي تشامبر الى خارج العين غير معتمدا على وجود مين؟ الكانالو شريم، لانها في علاج الموتى. لكن لما يكون الديامتر اقل من 14 والضغط مش عالي قوي يبقى توقع ان الكانالو شريم ستيل بيتنت. يعني كده مثلا وليكن بصوا الرسمه دي يعني ستيل موجوده واليومن بتاعتها بيتنت. ولو انا عندي ممبرين هنا قافل كالمعتاد بقى يبقى الهدف من الجراحه بس ببساطه انك تسلك الممبرين ده تفتحه وبالتالي الايكوس كده يقدر يوصل لمين؟ للكنال اللي هي اصلا انت افترضته وهي اصلا ايه؟ سليمه تبدا تكمل خروج الايكوس خارج العين. كده يبقى انت وصلت الضغط النورمال ولا لا؟ اذا الستارتس بتاعتنا لما عملنا عمليات كتيره على عدد كبير من الناس لقينا ان طول ما الدايمتر اقل من 14 اذا الكنال مش لازم ستيل بيتنت. اذا الهدف من اجراء الجراحه هو ايصال الايكوس للكنال وهي هتكمل بره العين، هتكمل خروج الايكوس بره العين كل حاجه ترجع طبيعيه. لكن لو الدايمتر عدى 14 فالكنال مش لازم نوت بريزنت نوت بيتنت. فالهدف من اجراء الجراحه انك تخرج بايدك الايكوس من جوه العين خارج العين غير معتمدا على وجود الكنال. هي دي الفكره الكبيره عشان كده حطينا الرقم الفارط ده. اذا لو كنا الدايمتر اقل من 14 اذا بيتنت كنال يعني كنال موجوده على حسب بقى لو كورنيا كلير هعمل عمليه اسمها جونيوتومي. لكن لو كورنيا هيزي هعمل عمليه اسمها ترافيكولوتومي. العمليتين دول فكرتهم الكبيره ان انا عايز اوصل الايكوس لغايه مين؟ لغايه الكنال وشتمن وهي هتكمل الطريق عادي. اما لو كورنيا الدايمتر اكتر من كام؟ 14 هعمل عمليه ثانيه خالص اخرج بيها الايكوس من جوه العين الى خارج العين غير معتمدا على وجود الكنال. اسمها ايه؟ العمليه اسمها السب سكليرال ترافيكليكتومي او الاسم الثاني اكسترنال فيستولايزنج سيرجري. اظن انا لو قلت الثلاث كلمات دول وسكت انت مش هتفهم اي حاجه وهيبقى صعب تحفظهم. يعني ايه؟ يعني اللي مطلوب منك في الامتحان اكشلي هو دول بس، تقول الكلمتين دول في فري فقط. لكن لو قلت لك الاسامي دي هتلخبطهم مكان بعض. يعني قد تيجي هنا تقول لي هعمل دي مكان دي، فانت مش عارف اصلا دي اف دي ايه ودي ايه. فانا هضطر طبعا اعمل ايه دلوقتي كالمعتاد؟ زي ما عملنا في عمليات الكاتراك، اشرح العمليه. بس الشرح ده ليك انت، عشان في الاخر تقدر تحط كل حاجه في مكانها، يبقى في منطق في الاسامي دي. ما تجيش تقول لي مره دي مكان دي او دي مكان دي. يلا بينا نشوف كل عمليه منهم، وانت تفهم بقى ليه الشروط دي، وبالتالي عمرك ما تغلط. كل الاستخدام ايوه كل الاستخدام علشان الطريق مقفول يعني مش ايكوس بيخرج خليهم في بليس رينج. طب مش كل حاجه سليمه ما عدا هي مش لا لا بنتكلم على الموست كومن موست كومن انا اللي يكون عندك ممبرين هنا بس وليكن هنا ممبرين كده فمفيش ايكوس بس لا هي موجوده هي كانت موجوده بعد كده اه هنا بقى هنا بقى ريزلت وليس الكوز. طيب يلا بينا نبدا باول عمليه. اول عمليه اسمها جونيوتومي. نسبة نجاح العملية دي هايلة 85% من الحالات. بص عملية الجونيوتومي فيري سيمبل. طيب لو انا عندي ميمبرين راني عايز ورق فاضي شوية ورق كده عندي ممبرين هنا وليكن ها بدخل بنايف اسمها جونيوتومي نايف فاهم؟ خدت بالك من اسم العمليه الاول؟ فهي نكتب بقى عشان ما حدش يشوف جونيوتومي. جونيوتومي مبدئيا هعملها امتى؟ لو الدايمتر اقل من كام؟ يعني الكنال مش لازم ستيل بيتل والكون يا شرط لازم تكون ايه؟ كلير. من اسم العمليه واضح ان انا قبل ما ادي ايدي بالسكينه اللي اتكلمت عليها لازم الاول عشان اشوف الزاويه من خلال الكوني اركب فوق الكوني عدسه اسمها ايه؟ عشان كده سميت عمليه جونيوتومي يعني انا ناوي اشوف من خلال الكوني وعشان كده اشترطت ان الكوني مورولس اقدر اشوف من خلالها. ليه بقول لك مورولس؟ ما اصل الكوني مش وارد ابدا انها تبقى كريستال كلير، هي لازم هيكون فيها شويه قديمه.
بس قديمه عن قديمه تفرق، يعني لو كان ماركت قديمه خلاص العمليه دي مش هينفع، لكن لو القديمه مقبوله وقادر اشوف من خلالها يبقى ساعتها هعمل التكنيك ده. طيب اذا هبدا اعمل احط الجونيوسكوبي لانس واجيب بقى نايف اسمها جونيوت، كل حاجه باسم الانجل. هو تم الجونيو يعني انجل يعني سكين الزاويه، جونيوتو من نايف. بعد ما ركبت العدسه فوق الكونيا دخلت السكينه بتاعتي من عند اطراف الكونيا كده عشان اروح افتح الممبرين بتاعي، افتح الممبرين اللي اسمه باركاس ممبرين. وانس ان انا فتحت الممبرين كده الايكوس هيقدر يوصل للكنال واف شلم اللي هي اصلا موجوده ولا لا. يعني لو عندي ممبرين اهو انا دخلت فتحته فكده الايكوس يوصل للكنال والكنال تخرج الايكوس خارج العينه، خلصنا الموضوع. بس انا عايزك تعيش الاجواء بصوره مجسمه، اوعى تنسى ان دي الشكل المجسم بتاع العين. والانجل بتاعتي كام درجه؟ 360 درجه. فانا بدخل من اطراف الكورنيا بالسكينه كده، انا مركب العدسه هنا. طيب انا شايف كده انا نايم، انا مركب العدسه فشايف وليكن ال 180 درجه دول من الزاويه، الجزء ده من الانجل. دخلت بالسكينه كده عديت من فوق مين؟ الايرز، لغايه لما وصلت الناحيه الثانيه اوبوزيت ليمبس. وهبدا اعمل ازاي؟ بصوا بالسكينه هعمل كده. ايه ده انا بشق الممبرين كام درجه؟ ده مش بغزه يعني، مش بعمل فورم يعني، لا ده انا بلف لفه بحاول اطول مسافه افتح الممبرين عشان على الاقل 180 ديجري اوف دي انجل يقدر الايكوس يوم يوصل لمين؟ يوصل للكنال ومش لم في الاخر. على فكره في بعض الاطفال ادخل له عمليات وافتح من هنا انسيجن وادخل افتح الممبرين بتاعي 180 درجه واجي تاني اسبوع الاقي الضغط لسه ما ظبطش، اضطر اعمل له ريدو وادخل افتح 180 درجه تانيين. ده عادي جدا. السكسس ريت بتاع العمليه دي حوالي 85%. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا فتحت الممبرين عشان اوصل الايكوس في الاخر لمين؟ للتي ام. ده لمين؟ للكنال شان اللي هي ستيل فيت. حلو الكلام ده. التكنيك الاولاني خدت بالك ليش طلبت ان الكوني لازم تكون كلير؟ طبعا لان لو الكوني مش كلير وانا داخل بقاله شارب سكينه انا هلوش لو انا مش شايف، ممكن يعني اغرس في الايس، اخبط اللينس، اخبط الكورنيا، انا كده هخسر هبوظ الدنيا. فلازم انا شايف انا بفتح فين. فاذا كان شرط عندي ان الدايمتر يكون اقل من 14 عشان الكنال ومش لازم تكون سليمه بيتنت، وكمان الكورنيا كلير عشان ابقى شايف انا بفتح فين بالظبط. طب افرض بقى الكورنيا بتاعتي مش كلير، هضطر اعمل التكنيك الثاني اللي اسمه ترابيكيلوتومي. بصوا بقى التكنيك ده اللي اسمه ترابيكيلوتومي بيتعمل ازاي؟ وبعد كده ما يعني ما بنحبش ندخل نلوش او نفتح كتير. في ناس بيحبوا يعملوا كده. في اصل هو احنا لو عندك يعني اكتر من 180 درجه او لغايه 100، في ناس بيقولوا كمان لغايه 140 درجه 120 درجه من زاويه العين مفتوح، ده مور ذان انف ان ده تبقى كويس. فانت مش محتاجه انك تقعد تفتحي في الكورنيا وتعملي استجماتيزم وكل اوبننج تعملي تحتيه في سوتشر، مش محتاجه تعملي الكلام ده علشان ما تقعديش تعملي دروب باكس اكتر الا وين نيدد. ترابيكيلوتومي. بص العمليه دي هنا احنا افترضنا بقى المره دي ايه؟ ان الكونيا مور اور ليس هيزي فانا مش شايف، فانا خايف ادخل الوش بالجونيوتومي ابوظ او اعور حاجات ثانيه جوه العين. ركزوا معايا بقى هنعمل ايه؟ انا اشتغلنا ايه؟ الممبرين ده طبعا الكونجنكتايف، ها الاخضر ده الكونجنكتايف. عايز قلم عادي؟
طيب بصوا يا جماعه ايه ده؟ انا عايز اقول ده دي ايه دي؟ قول. طيب انت عارفه من الامتحانات الاورال طبعا عندنا في الكليه امتحانات يعني ممكن يتكتب فيها مسرحيات مش كده؟ كنت داخل امتحان اوبتكس. اوبتكس دي اسوأ المواد اللي ممكن تعدي في حياتك، كله فيزيكس بس فيزيكس بقى بطريقه معقده جدا. وانت بعد ما بتخلص انت بتقعد 6 سنين في الطب، انت بعد ما تدخل كليه الطب الحقيقه انت كل حاجه بتقع منك وانت ماشي. يعني انا هتاخد طب اصلا من جي سي اي، كنت حافظ كميه فوكابلري مش طبيعيه. دلوقتي بقيتش عارف ازاي تيرمز لاتن محدش فاهمها غير كوينتو، يعني الناس نفس الكوميتي بتاعك ما تعرفش تتواصل، فبتقول تقول ثلاث اربع جمل على بعض. انت بتكتشف ده بتيجي تسافر بره بقى، يا نهار ابيض كنا بنقول ايه في تبدا بقى عايز تسافر، مع انك انت اصلا كويس جدا يعني طول عمرك ولا صغير، بس انت ما بتعملش غير بالتيرمز الغريبه دي. بقى حتى الحسابات البسيطه، انا كنت بضرب ثلاث ارقام في ثلاث ارقام واقعد اجمع اي عدد ارقام ورا بعضيها من غير كالكوليتر. دلوقتي لو بتضرب الجدول الضرب البدائي رقم في رقم لازم تطلع كالكوليتر، حاجه يعني انت بيحصل لك منتال ريتارديشن بجد، الكليه دي بتجيبك ورا في كل حاجه. المهم فداخل انا امتحان اوبتكس، فطبعا اوبتكس انت بقى لما بتقعد 6 سنين في الكليه وبعدين سنه امتياز وبعدين 3 سنين نيابه، فانت بيكون بعدت خالص. اخر حاجه خدتها في الفيزيكس كانت ايام ال فانت كل ده نسيت، عايز تبدا بقى فيزيكس، بس فيزيكس بطريقه عميقه جدا عشان كل اجهزتنا عدسات، كل الاجهزه بتاعتنا لانسز وبريزمز وحاجات زي كده، فانت عشان تقعد تفتكر بقى يقابلني، ولو افتكرت ودخلت وعديت بيبقى بالصدفه البحته وبتخلص تبخ المعلومات وتنسى كل الكلام، ما بتحتاجوش تاني. شغلنا الرابط مش محتاج اعرف الجهاز ده متركب ازاي والعدسه دي بتعمل ايه، مش مهم خالص خالص، مش علاقه بالكلينيكال فاكتس. فكنت داخل امتحان الاوبتكس، كان استاذنا الدكتور حامد الضفراوي هو اللي هيمتحن، اللجنه بتاعتي لجل حظي. الدكتور حامد الضفراوي رحمه الله عليه متوفى، الراجل ده ليه هيبه يا اخي ما تفهمش جابها منين، يعني هو كده تقعد قدامه تنافسك عمال، هو صوته كمان صوته اجش قوي ما بيضحكش، جاي الامتحان كمان في اليوم ده معاه طفايه كريستال جابها عامل بيته وهو جاي. مش شايل طفايه، حط الطفايه. اول واحد دخل، احنا طبعا احنا عدد الكانديديت في الماجستير بيكون عدد قليل قوي، يعني احنا كنا 6 أو 7 يوم. انا عشان وائل دايما حظي دايما في الاخر، يعني اخر واحد في الكشف. قاعد بص كده من المتلصص كده، اول واحد يدخل يروح مديله طفايه، يقول له ايه دي؟ فطبعا حامد الطفايه جايب قد وجايب طفايه اكيد فيها شغل، فيبدا بقى الواحد ايه؟ دي عدسات كونفكس على شكل فبصيت له منتهى القرف، ايه القرف اللي بتقوله ده؟ نام الطفايه ويبدا يساله بقى، يدخل اللي بعده ايه دي؟ يبدا يقعد يرتكز برضه، قال له ايه القرف ده؟ ويروح يبدا يساله. طيب احنا يا جماعه طب عايز ايه الراجل ده؟ يعني عرفني ايه اللي هو جايبه معايا ده؟ ايه الفكره اللي فيها؟ جربنا كل اللي قبلي جربوا كل الالعاب ها؟ وهو مش مميز، رحت داخله قال لي ايه دي؟ قلت له طفايه، قال لي اخيرا. ما هو ده كان يعمل والله العظيم فايت اكسكلوجن، ما كانش فاضل غيرها يعني طفايه. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ دايرة؟ لا دي كونيا بقى. طيب بص معايا دي كونيا ها؟ أنا عايز أقول دي كونيا واللي حواليها دي مين؟ سفيرة، حلو كده؟ طيب المهم إذا أنا عايز أسيميليت الكونيا، بس الكونيا طبعا طالعة بره شوية والسفيرة مكملة لورا. طيب أنا عامل ورقتين ليه؟ عشان الكونيا ليها ثيكنس والسفيرة ليها ثيكنس. وطبعا فوق الكونيا وفوق للأسف فوق السفيرة كده في مين؟ الممبرين بتاعنا اللي اسمه إيه؟ كونجنتال. اول خطوه في العمليه برفع الكونجنتال، حلو كده؟ رفعت الكونجنتال كده بقيت مين على طول؟ بوليسكيرا. بروح جايب المشرط بتاعي وارفع فلاب زي ما انا عملت بالقلم كده، شفته انا مسكت القلم عملت سكراتش كده سكراتش كده سكراتش كده، دخلت لغايه فين كده؟ حوالي ملي او اتنين في الكون. وبعدين هبدا اسلك ديسكت الفلاب، الفلاب دي بارشال ثيكنس وليس فول ثيكنس، والدليل بصوا لما ارفعها بقى هديسكت، باخد المشرط بقى على السكت اللي انا عملته ده اهو، اذا خدتوا بالكم مش دي الورقه اللي جوه اهي، انا كده فتحت شباك
partial thickness فوق الليم بس صح؟ كده مين جوه الشباك ده؟ بصوا معايا بقى على الرسم هنا عشان تتخيلوا على الرسم. انا رفعت مين اول خطوه في العمليه؟ ده السكشن بقى ها؟ كونجر بعيدنا خلاص بالكونج صح؟ وبعدين جبت مشرط رفعت partial thickness لا اهو الفلام مرفوعه كده زي ما انا رفعها كده كده بقيت فوق مين من بره؟ يعني اذا واضح كده مش الكنال اوف شليم عند الليم بس هي ماسوره مدوره هنا كده يبقى انا كده سيادتك فوق الكنال اوف شليم ولا لا؟ صح؟ يبقى انا فتحت ويندو فوق شباك فوق الانجل بس من بره انا كده عملت اكسبوجر للانجل من بره. طب انا ليه بعمل كل ده؟ لان من الاول اتفقنا ان الكوني اخبارها ايه؟ هيزي فانا مش شايف من هنا فقررت اسلك الانجل بس منين؟ من بره. فرفعت فلاب بارشر ثيكنس عشان ابقى فوق الكنال اوف شليم فروم اوتسايد وفوق الترابيكولار ميشور فروم اوتسايد. طيب هعمل ايه بقى؟ بجيب سكينه العمليه اسمها ايه تاني يا جماعه عشان ما نتوهش؟ ترابيكلوتومي. اوتومي يعني هعمل ايه؟ فورم فتحه في مين؟ في الترابيكولار ميشور. السكينه بقى اسمها على اسم العمليه اسميها ترابيكلوتوم. اسمها ايه؟ السكينه بقى شكلها عامل ازاي الترابيكلوتوم دي؟ مش سكينه كده ستريت لا لا السكينه عامله كده. السن بتاعها شارب والايدج شارب. عامله زي المانجل. عارفين زي اللي بيقطعوا بيه الموز او بيعملوا بيه النجيله. سكينه كيرفد. هفهمكم ايه فكره السكينه دي وليه مش سكينه كده ستريت وخلاص وليها سن مدبب. ليه السن بتاعها مدبب والايدج ده مدبب وهي ليه كيرفد اصلا؟ بصوا معايا بقى. هكمل تاني العمليه عشان تتخيلوا بقى بالظبط ايه اللي بيحصل. احنا اتفقنا مع بعض ان الكنال اوف شليم لما اقفل طرفين الورقه دول على بعض يعني ماسوره مدوره زي ما تجيب شاليمو بتاع عصير وتقفلها على بعضيها فلو ثنيت الورقه بقت ماسوره مدوره. الماسوره المدوره دي موجوده فين؟ عند الليمبس. مش هو ده مكانها يا جماعه ده الليمبس؟ يعني اذا واضح كده ان انا لما ارفع الفلاب البارشال ثيكنس بتاعتي بتاع السكليرا وادخل بيها على الكورنيا يبقى من خلال الشباك ده انا شايف مين كده؟ شايف الماسوره بتاعتي اللي اسمها الكنال اوف شليم. حلو كده؟ طيب وجوه الماسوره في مين؟ يعني بعد الماسوره على طول في مين؟ في مين؟ ترابيك لامش. ايه ده يعني لو انا خرمت في في الماسوره دي في الكنال مش لامش وخرمت هنا بقى لقيت جوه العين ولا لا؟ جوه مش جوه العين ده جوه الانتيريور ايه؟ الانتيريور. انا كان ممكن استعمل سكينه زي دي مش هي اي اله شارب ده انا ستريت بس لو انا استعملت اله شارب رحت داخل كده ها؟ يبقى خرمت الكنال مش لامش في الفورم واحد صح؟ يعني دخلت كده بصوا يوم واحد هتلاقي المكان ده كله قفل بفيبروز يعني كده قفل كده قفل كده قفل بفيبروز عشان كده اخترعنا السكينه دي. بصوا هعمل ايه بالسكينه دي بقى اللي هي الكيرف دي الكنال اوف شليم انا شايفها تحت الويندو بتاعي. ايه رايكم انا هشيل الورقه دي عشان تشوفوا احسن ها؟ بس انت طبعا انت كل اللي شايفه شايفه من خلال مين؟ الفلاب. فانا هرفعها كانك شايف لسه من خلال الفلاب. فانت شايف الماسوره المدوره وجواها مين؟ التي ام. السكينه بتاعتي كيرفد فانا دخلت من خلال الشباك ده ها ورحت عامل كده عملت كده بمين؟ بالسن المدبب ده اهو وبعدين I will follow the curve of the knife. كده خدتوا بالكم السكينه ماشيه فين؟ السكينه ماشيه فين كده؟ يعني انا خرمت الاوتر وول في نقطه ودخلت بالسكينه لفيت بيها جوه الكيرفيتشر بتاع الكنال. ايه رايك؟ عشان كده عملوا الايدج ده شارب. اصل انا ناوي اعمل ايه بقى؟ انا مشيت كده مع الكيرفيتشر ها؟ ايه رايك لما اجي اقطع من الوول اللي جوه بقى؟ اروح قاطع ازاي؟ اروح قاطع خط. يعني اذا هي من بره كده من الشارع خر لكن جوه عباره عن ايه؟ انسجن عريض طويل. هي ومين اللي جواها؟ هي والتي ام. يعني ما فتحتش خرم واحد من غير الوول ده انا فتحت سليت. يعني هو كأني الناحيه الثانيه كده. بصوا بقى لما الف بالسكينه خليني اعمل كده بس عشان نشوف. رحت عامل كده بصوا فبقى الاوتر وول نقطه. بص الانر وول بقى خط ازاي؟ بصوا الفتحه دي اطول فتحه اقدر عليها من الانر وول. ايه رايك بقى؟ كده انا افضل داخل بالسكينه لغايه لما السكينه بتاعتي تبان جوه الانتيريور تشامبر. طالما داخل جوه الانتيريور تشامبر يبقى انا فتحت خط طويل في الانر وول وخط طويل فين؟ في الدي ام. كده الايكوس هيطلع كده كده يدخل جوه اليوم بتاع الكنال. هتقولي طب والخرم اللي انت عملته ده؟ ده هيجيب له فايبروزس خلاص ده الحته دي اتقفلت. فالايكوس يرجع كده دخل خلاص طالما انا دخلت بالسكينه لغايه جوه حتى لو في ممبرين هنا قطعته ولا لا؟
انا كده قطعت. فاذا انا فتحت فتحه طويله جدا في الممبرين وفي الدي ام وفي الاوتر في الانر رول، انا اسف، في كانال شتيم الايكوس يدخل كده، يدخل جوه الكانال شتيم يطلع من الناحيه الثانيه من خلال الكوليكتور ايه شانلز. طبعا الفلاب اللي واقفه دي هرجعها مكانها تاني اهو، هخيطها واروح ارجع الكونجنتال مكانها تاني كده. انا وصلت الايكوس لغايه مين برضو؟ لغايه الكانال شتيم. ايه ده؟ ما عشان كده عاملها طويله، حتى لو جزء منها حصل له هيلينج بيفضل حته مفتوحه دايما، صعب كلها تقفل، صعب الطول ده كله يقفل، عشان كده احنا بنفتح سليب طويل قوي. طيب لكن وارد، هو ده احد اسباب الفيلير. فهمتوا فكره العمليه؟ قدرت اقربها شويه لدماغكم؟ طيب ايه رايكم بقى لو الكنالو مش لمنا اصلا نوت بيتنت بقى؟ يلا بينا نشوف العمليه الاخيره اللي اسمها كده، بصوا كام اسم بقى؟ سب سكليرال ترابيكيلكتومي. المره دي اسمها ايه؟ اكتومي. والاسم الثاني يا جماعه انا قلت اسمه ايه؟ اكسترنال فيستولايزنج سيرجي. بليز ركزوا في العمليه دي، العمليه دي هي الستاندرد بتاع الجلوكوما سيرجيز كلها، يعني كل انواع الجلوكوما اللي جايه هنعملها نفس العمليه دي. دي بتنفع لكل انواع الجلوكوما. اكسترنال فيستولايزنج سب سكليرال ترابيكيلكتومي. الكلام ده هنعمله هنا في النوع ده اللي اسمه كونجنتا جلوكوما امتى؟ لو الدايمتر اكتر من كام؟ يعني الكنارة مش لامني ايه؟ نوت بيتن. يلا بصوا الستبس. الستبس هي بالظبط زي الترابيكيلوتومي في اولها. يعني بصوا معايا. اول خطوه في العمليه اهي. اشيل الممبرين اللي هنا الاول اسمه ايه؟ كونجنتايف. واعمل فاشننج للريكتانجل. ارفع ريكتانجل بالمنظر ده. يعني رفعت بارشل ثيكنس سكليرال فلاب وكده، وكاني فتحت الشباك فوق مين؟ فوق الكنال وشلم وفوق الترابيك مش ممكن من بره. طيب هنا لما هفتح بقى الكنال وشلم هقدر اعمل لها كانيوليشن؟ اقدر ادخل جوه اليومن؟ لا، هي مش موجوده؟ لا موجوده، بس موجوده كده عشان انا عملت لكم الكنال وشلم نسبتها كده، وبالتالي لما دخلت بالسكينه ما حسيت فيه مقاومه وبعد كده فلتت، يعني دخلت جوه اليومن رحت ماشي جوه الكرة. هي موجوده كانها مش لم بس كده. اللي حصل لها ايه؟ كولابس، يعني خلاص ما بقاش في اليوم. فاذا هي يوزلس. فاذا هنا انا هقدر اوصل لها؟ هقدر اوصل لها، بس هي بلا جدوى. طب انا بعد ما عملت الخطوه دي او وصلت للخطوه دي كاني بعمل بالظبط ترابيكيلوتومي، هعمل ايه بقى؟ اجيب المشره الثاني واحاول اعمل فاشننج للريكتانجل جوه الريكتانجل. اقعد المشرط كده احاول اقطع حته فول تكنس بلوك كده. انا هقطع حته فول تكنس من ايه؟ يعني بص معايا لما امسك المشط وابدا اقطع في الكنال دي كده. طيب خدتوا بالكم انا شلت ايه؟ شلت بلوك كده، الكنالة مش لمنة اهي، كأنها كانت كده، أنا شلت الحتة دي رميتها، يبقى قطعت أول لير عندي ايه؟ قطعت بلوك من الكنالة مش لمنة. وأكمل بالمشرط بتاعي، أنا عايز أقطع فين؟ خلي بالكم، أهو، بصوا الديمونستريشن ده. أنا كده أول لير قطعتها مين ورميتها؟ البلوك اللي أنا شلته من الكنال، فأروح مكمل ده، أنا بعمل ريكتانجل، أنا عامل فاشننج ريكتانجل أهو، أقعد أديب من المشرط بتاعي، أهو، لغاية لما أشيل بلوك. على طول عشان نخلص انا اوريكم كده الريكتانجل عملت له فاشننج ازاي. شايفين البلوك اللي انا شلتها دي؟ بصوا معايا هنا، ركزوا معايا كل، بصوا يا شباب اهو شلت البلوك ده فول ثيكنس اهو. ايه ده؟ هو الفول ثيكنس بلوك اللي انا شلته ده فيه تيشوز عباره عن ايه؟ عباره عن جزء من الكنال، جزء من الترابيك ميشور، ولو كان في ممبرين جوه مش فاكر في يبقى شلت بلوك كامل، حته من الكنال، حته من التي ام، حته من الممبرين. حلو جدا. شايفين البلوك اللي اتشال ده؟ ايه رايك؟ البلوك اللي انا شلته ده من الورق، انت شايف البورد ولا لا؟ مكان البورد هتشوف مين؟ ما انت رافع فلاب هنا اهو، فلاب مرفوع كده، شايف الانتيود تشيمبر وشايف الايرس. ايه ده يعني؟ انا كده طالما بعيد شايف من الثقب ده اللون البني اللي جوه ده، يبقى انا كده شلت حته فول تكنس عباره عن جزء من التي ام، جزء من الكنال،
جزء من الممبرين لو كان موجود فيه ممبرين كده بقيت انسايد ذا اي سي بالمره. باي ذا واي خطوه ليست في صلب العمليه لكن بنبص لقدام، خطوه يعني استباقيه، بنبص بعقليه لما سوف ياتي. بما ان الايريس قريب مني وتحت ايدي بالمره بشد الايريس واعمل فتحه صغيره جدا، حاجه اسمها بريفرال ايريدكتومي. بريفرال ايه؟ ليه بعمل الخطوه دي؟ اصل احنا عارفين كويس قوي ان الطريق الوحيد لمرور الايكوس من ورا لقدام هو مين؟ البيبل. ايه رايك لما تعمل فتحه في الايريس يبقى انت عملت طريق زياده يسمح بمرور الايكوس من ورا لقدام بالمره، وبالتالي كده حتى لو في يوم من الايام الولد ده لما يكبر بقى يجي له كاتاراكت سينايل، شوف انا بوصل قد ايه، ويقلب انتيوماسن والبيبل تتسد ما يدخلش بحاجه اسمها بيبلاري بلوك جلوكوم. يعني احنا بنبص لقدام، احنا اذا بنعمل طريق زياده بالمره لقدام عشان الايكوس بيعدي من البوستير تشامبر والانتيير تشامبر من خلال طريقين، البيبل والفتحه اللي انا عملتها اللي اسمها بريفرال ايه؟ ايريدكت. وبعدين ايه رايك؟ خلصت كده العمليه؟ خلصت العمليه. بص بقى هرجع الفلاب ازاي؟ ركزوا معايا في اللي جاي ده قوي. اذا انا شفت الايريس شديته من الفتحه بتاعتي عملت بيه قطع صغير، هرجع الفلاب، بس لما ارجع الفلاب اخيطها ازاي بقى؟ بصوا اخيطها كده. غرزتين 8 زيرو بس. ايه ده؟ هتقولي انت مش هتبرشم الفلاب؟ اقول لك ليه، وانا قريت ابرشمها ليه؟ ده انا عايز بس الفلاب دي ترجع مكانها بس منظر. ليه؟ اصل انا باخد غرزتين بس، بصوا اللي هيحصل، بصوا ركزوا معايا هنا على الورقه، انا خدت عند الانجلز بس. ايه رايكم؟ الايدج ده مفتوح ولا لا؟ وايه رايكم ما بين الغرزتين؟ في حاجات تنفع تعدي من هنا ولا لا؟ وايه رايك الايدج ده؟ هو مين هيعدي بقى؟ الايكوس. اذا انا رجعت الفلاب وخدت كام سوتشر؟ 2 ستاي سوتشرز بس عشان تفضل في مكانها، وانا قاصد الايدجز بتاعتها تبقى فري عشان لما ارجع الفلاب دي كده الايكوس يخرج يطلع على الانتيو تشامبر من هنا ومن هنا، بيبل والفتحه اللي انا عملتها، وبعدين يخرج من خلال البلاك اللي انا شلته يوصل تحت الفلاب، وبعدين ينفذ من تحت الفلاب تحت الايدجز بقى يروح تحت مين؟ هرجع مين هنا بقى تاني؟ كونجكتايفا. ده كونجكتايفا بقى الحته دي حكايتها كويس قوي، فالايكوس يفوت من تحت الايدج ده تحت الايدج ده من تحت الايدج ده يروح تحت الكونجكتايفا. عشان كده لو سيادتك العملي في البراكتيكال لو شفته في الوحدات عندنا حد عمل عليه جلوكوما تيجي ترفع له جفن فوق تلاقي فيه بقليله هنا، ايه البقليله دي؟ دي اسمها كونجنكتيفال بلاب. ده معناه ان العمليه ناجحه ولا لا؟ ناجحه. اصل الريت اوف ارايفل اوف ايكوس في السب كونجنكتيفال سبيس اسرع من الريت اوف ابزوربشن. هو مين اللي هيابزورب الايكوس اصلا؟ الكونجنكتيفال باسلز. طيب الكونجنكتيفال باسلز ولا لا؟ اذا انا واضح كده ان انا عملت دايفرشن خالص لطريق ايكوس، انا اصبحت غير معتمد نهائيا على مين؟ غير معتمد نهائيا على الكانال فيشتم ولا الايكوس فينز ولا الابيسكلار فينز. امال معتمد على مين؟ على ايصال الايكوس من داخل العين لتحت الكونجنكتايف. والكونجنكتايف بس زي ما تمتص الايكوس وتمشي مع الفيلس ريتيرن بتاع الكونجنكتايف. واذا دليل نجاح العمليه انك تلاقي الكونجنكتايف مبقلله كده. هتقولي طب والشكل؟ ما هو كله تحت الابر لين بس مستخبي اصلا تحت الابر ايليد، مش باين خالص ولا يبان عليه اي تغيير في شكله. اذا لما تيجي تعمل عمليه جلوكوما اسمها ايه العمليه دي بقى؟ بصوا الاسم قد ايه على مسمى، سابسكليرال اكتومي ترابيكليكتومي. عشان انا رفعت الفلاب من السكليرا الاول يبقى انا قصيت من تحت الفلاب، عشان كده العمليه نصها الاولاني اسمه ايه؟ صب سكليرا. عملت ايه بقى؟ شلت حته رميتها اكتومي ترابيكليكتومي. او الاسم الثاني ايه؟ اكسترنال فيستولايزنج. هو انت نفسك الفتحه دي تفضل مفتوحه طول العمر ولا لا؟ اي كوميونيكيشن ما بين تو سبيسز اسمه فيستولا. وانت كده وصلت الايكوس من داخل العين لتحت مين؟ والكونجكتايفا دي بالنسبه لنا اوتسايد دي اي، مش كده اسمها اكسترنال فيستولايزنج سيلف. تعالوا اوريكم ديمونستريشن سريع جدا للعمليه دي عشان الموضوع ينتهي تماما. دي قلناها بالظبط.
مش دي اسمها اكستنا بتفرايز. يعني الجلوكوما عادة من الجلوكوما عادة الجلوكوما لو عادة الجلوكوما دي علاج الجلوكوما دي عملية ستاندرد كل الوقت. يلا بصوا يا جماعة اللي شايف يلا بينا. بص معايا هنا على السلايد دي واحده ورا واحده كده لغايه ما نوصل دي طول كام على بعض. شايفين اول خطوه في العمليه احنا كده مسكنا الفوز في الكونجنكتيفا وبدات افقص في الكونجنكتيفا هنعمل ترياتر بسلكها عشان ابعد الكونجنكتيفا ابقى فوق حته فيها فيرس كليرا وبعدين ماسك المشرط بتاعي واعمل فاشننج للريكتانجل. على فكره في جراحين غمض بدل ما بيرفعوا فلات عباره عن شكل ريكتانجل بيرفعوها تريانجولر يعني تبدا تمشي كده بالمشرط وكده ويسلك على انه مسلس مش تفرق المهم ترفع فلاب وخلاص من السكيرة. انا متعود افتح كده دايما ريكتانجولر. طيب اذا هبدا اعمل فاشننج للفلاب وابدا اسلك الفلاب ارفعها. شايفين انا كده سلكت الفلاب وخدت بالكم احنا دخلنا حوالي 1 او 2 مللي في البريفيو ديكوني عشان ابقى عديت على مين؟ على الليبس. وبعدين بعد ما عملت كده ابدا ماسك الفلاب كده مرفوع عشان ابدا امسك المشرط واعمل ايه بقى هنا؟ فاشننج لانذر ريكتانجل عند كده الليبس بالظبط وابدا اجيب في المشرط الفلاب بتاعتي دي لغايه لما اشيل بلوك فول تيكنس. البلوك اللي انا هشيله وارميه ده عباره عن ايه؟ شلت كده عملت فتحه ثلاثه ستراكشرز. ايه ثلاثه ستراكشرز بالترتيب؟ كان انا مش ده نمبر 1 من بره لجوه دين حته من دي ام قطعتها دين لو في ممبرين كمان فتحت. يلا نبص للجزء الثاني او بقيه الفلاب. بصوا المشرط بتشوف بيه ازاي؟ اهو كده 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 اهو عملت فاجننج انذر ريكتانجل وبدات بقى اسلك بدات ارفع فلاب اهو ماشي بيه شايفين المشط اهو ادي بلوك اهو اللي انا هشيله خلاص ناقص على اخر حته اروح قاطعها بقى في ايدي حته كده ارميها بالبصمه. خدتوا بالكم لما رفعنا الحته بدا مين يبان هنا؟ ده العارس. طالما شفت العارس بعينك يبقى انت كده شلت بلوك 40 فول تكنيك انت كده جوه الاي سي جوه الاتي شيب. بروح عامل فينشنج للعارس شايفين وهقص منه حته بالمره وانا دي خطوه مالهاش علاقه بالعمليه دي خطوه ببص لقدام اعمل حاجه اسمها بريفرال ايه؟ ايردكتوني عشان الايكوس يبقى ليه طريقين يقدر يعدي بسهوله من الفوستير تشيمبر للانتير تشيمبر اهو. خدت بالك الفتحه؟ لما رجعت البلاب خدت كام سوتشر؟ اثنين عشان الايكوس يقدر يعدي كده ويعدي كده ويعدي كده يروح تحت مين بقى؟ الكونجكتيفا دي هرجعها خياطها تاني. بص خياطها ازاي؟ الايكوس لما يدخل تحت الكونجكتيفا تلاقي الحته دي اتنفخت كده. بص الصوره اللي جايه بتاع واحد عامل عمليه ناجحه عنده بلاب واضحه. بصوا معايا شايفين البقليه دي اللي فوق الكوني؟ اول ما اشوف السيستك بلاب دي افرح كده معناه ان الايكوال بتاعي بيقدر يوصل للمكان الجديد اللي انا عايزه وكده معناه ان الكونتاكتات المسلز هتبدا تابدور هذا الايكوال ودايما يبقى ماشي عنده هذه البلاب لان هو دايما الريت اوف ارايفل اوف ايكوال دايما اسرع من الريت اوف ابدور. هتيجي تقول لي طيب لو انت يعني عايز تفكر كده هتيجي تقول لي يعني احنا كان لازم نعمل كل العمليه دي مش انت عايز توصل الايكوال تحت الكونتاكتات في الاخر؟ طب ليه من الاول كده ما رحتش عامل كده؟ يعني ليه من الاول ما رحتش جايب المشرط ورحت عامل بلوك فول تكنس وخلاص يعني كده؟ كده على طول فالايكوس يطلع على طول تحت الكونجنكتيفا. عارف سيادتك لو عملت كده ان العيان ده يدخل في هايبوتوني ده الضغط يقل جدا. هتقول لي معقوله الفتحه الصغيره دي تخلي الضغط يقل؟ اقول لك اه. عارف دي نظريه الحوض. الحوض اللي بره انت عندك صفايه فيها خروم صغيره. الخروم دي بتخلي الميه تتصرف بطريقه كويسه قوي صح؟ طيب ايه رايك لو جبت شاكوش ورحت عامل ثقب منور قد كده مش يعني ثقب تحت الحوض قد ايه؟ كسرت حته من الاشاني بتاع الحوض. ايه رايك الميه هتتصرف اكتر منين؟ من الخرم ده هتلاقي الميه بتشر على بعضيها. ايه ده؟ يعني انت عشان ما فيش مقاومه وفتحه كبيره على بعضها هنا الريت اوف فلو من الفتحه الكبيره دي هتبقى اكتر كتير جدا من الصفايه نفسها. فاذا انت لما تيجي تشيل بلوك حته على بعضيها كده انا من غير مقاومه الايكوس كان بيخرج الاول من فتحات بالمايكرون والفتحات دي مش ورا بعضها على فكره. يعني انت في دي ام الفتحات مش كده يعني مش عامل كده مثلا متخيل ان هي الفتحات هتبقى عامله كده. لا لا هتلاقي فتحه هنا فتحه هنا فتحه هنا يعني الايكوس بيعدي كده في مقاومه في ريزيستنس هو ده اللي مظبط لك ضغط عينك. لما تيجي تعمل بلوك على بعضه وتشيل حته كده على بعضها والايكوس يعدي من خلالها تحت الكونجنتيفا ده الريت اوف فلو هيبقى بالهبل وبالتالي ضغط العين يبقى ايه؟ قليل جدا. فاذا كان لازم نرفع فلاب ونرجعها نحط لها تو سوتشرز
عشان الفلاب دي تبقى هي بتصد شويه يعني ريت اوف فلو ما يبقاش عنيف وسريع يبقى ضغط العين. انتوا عارفين بقى حتى بالتكنيك ده بالفلاب اللي انا كنت بحط لها غرزتين دول والايكوس اللي كان بيفوت من تحت الايدجز عارفين ضغط العين بيوصل كام بعد العمليه الناجحه؟ 11 10 كده ناحيه مين؟ اللو نور ده على الرغم من وجود فلاب بتصد الايكوس شويه ويبدا يهرب من تحت الايدجز. تخيل بقى لو مفيش فلاب ده كان هيبقى 2 1 يعني ضغط قليل جدا. وبالتالي اذا هي دي العمليه الستاندر العمليه الروتين اللي مش هنعمل غيرها بقيه الشابتر. احنا كده خلصنا من كل السيرجيكال تريتمنت اوف جلوكوما النهارده. فهمتوا العمليه كويس؟ فهمتوا الموضوع كويس؟ نشوفكم ان شاء الله بكره. دكتور هو اللاب ده ممكن نعمل فوري بادي سنسيشن يعني عادي نتعود عليه بعد شويه طبعا نعمل فوري بادي سنسيشن طبعا.